أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. النهاردة هنبدأ مع بعض أول مراجعة في الديناميكا. هنبدأ نراجع الديناميكا بنظام ورقة الامتحان. عندنا كم كبير من الأفكار والمسائل، وإحنا بنتكلم هنقول برضو الجزء اللي يخص كل جزء من الأجزاء دي ونركز فيه، لأن هو نظام ورقة الامتحان زي ما هنعرضه دلوقتي، بس إحنا بنحط أفكار زيادة شوية بحيث إنك أنت تبقى متمكن في عملية الحل. ونرحب بالأستاذ خالد، نقول له أهلا بك يا أستاذ خالد. أهلا بك يا أستاذ اهلا خالد، وسهلا هتقدم بيك يا لنا فندم. النهاردة مجموعة المراجعة في الديناميكا. هنلم المسائل كلها. اهلا اعزائي الطلبه، بنلم المسائل، والمسائل كلها من مسائل البوكليت، فاحنا بندربك عليها بحيث انك انت تلم بالمنهج كله، وان شاء الله يعني تفهم الدرس وتفهم المسائل اللي احنا مقدمينها لك. اتفضل يا استاذنا. طب نشوف اول سؤال كده يا استاذ خالد، اتفضل. بيقول لي اذا كانت عين بتساوي 5 على 2 س ناقص 4 فان ج بتساوي، هنا طبعا ج بتساوي ايه عندما س بتساوي 3 امتار. مديني اختيارات. الاختيار الاول كان سالب 5 على 2، 5 على 2، 5 على 4، سالب سالب. 25 على 4. طيب احنا نفكرك بالعجلة. العجلة كانت بتساوي عين في دال عين على دال سين. لما تبقى العجلة دالة في السرعة دالة في المسافة. لما تبقى السرعة دالة في المسافة، عشان اجيب العجلة بنقول له العجلة بتساوي عين في دال عين على دال سين. فاحنا الاول نحضر دال عين على دال سين. انا عندي عين اهي قدامك بتساوي 5 على 2 س ناقص 4، فبقول له المقام تربيع اللي هو 2 س ناقص 4 الكل تربيع، المقام اللي هو 2 س ناقص 4 في مشتقة البسط، البسط 5 يعني بتفضل له بصفر، ناقص البسط اللي هو 2 س ناقص البسط اللي هو 5 في مشتقة المقام اللي هي 2. طبعا ده بصفر، فيبقى د عين على د س هتساوي سالب 10 على 2 س ناقص 4 الكل تربيع. يبقى اقدر اقول له ج بتساوي عين في د عين على د س، يعني عباره عن 5 على 2 س ناقص 4 د عين، وده العين على د س اللي هي سالب 10 على 2 س ناقص 4 الكل تربيع. احنا بقى هنعوض عن س ب3، فهنيجي نقول له ادي الجيم اهي، الجيم هتساوي طبعا هضرب العددين في بعض يبقى سالب 50، وهنا 2 س ناقص 4 الكل تكعيب. نعوض بقى عن س ب3، هيبقى ج بتساوي سالب 50 على 2 في 3 ب6 ناقص 4 يبقى 2 الكل تربيع، تبقى تكعيب تبقى 8. مع الاختصار على الاثنين فيها ال 25، على الاثنين فيها ال 4، فالناتج يطلع سالب 25 على ال 4. نشوف كده بقى في الاختيارات بتاعتنا. يبقى الإجابة بتاعتي د اللي هي سالب 25 على 4. الاختيار هيبقى سالب 25 على 4. مرة تانية بنقول لو انه العين دالة في الإزاحة، فيبقى العجلة بتساوي عين في د عين على د س. أنا بحضر د عين على د س الأول، وبعدين بضربها في عين د عين على د س، جبت العجلة بعوض عن س ب3 يطلع الناتج، ومسألة بسيطة جدا وسهلة ما فيهاش حاجة. ماشي. وفي ممكن طالب يا مستر خالد يقدر يقول لي إن عين بتساوي 5 في 2 س ناقص 4 الكل اس سالب 1، ويشتق باشتقاق عادي على اساس اني بنزل الاس وناقص من الاس الواحد في مشتقه ما بداخل القوس، برضه هتطلع نفس الاجابه اللي هي عندي. تمام. يعني انا برفع المقام بكتبه 2 س ناقص 4 اس سالب 1، بشتق يبقى بقول 5 في سالب 1 في 2 س ناقص 4 اس سالب 2 في مشتقه ما بداخل القوس اللي هو 2، وبحط س اللي هي ب3. في كمان فكره ان احنا نجيب له السرعه الابتدائيه ونجيب له السرعة النهائية نعوض بيها عند س بتساوي 3، ونجيب العجلة. ونجيب العجلة عن طريق عين فهم. تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج فيه. يبقى فهم انا كده هربت من ان هو دالة في ازاحة او مش دالة في ازاحة. ماشي كده كويس. نشوف سؤال تاني بيقول اتفضل لي يا فندم. إذا أثرت قوة ثابتة على جسم كتلته 2 كيلو جرام فغيرت من سرعته من 45 كيلو متر على الساعة إلى 72 كيلو متر على الساعة، يعني السرعة الابتدائية 45 كيلو متر على الساعة، السرعة النهائية 72 كيلو متر على الساعة في في فترة فترة زمنية زمنية 1/10 ثانية، فإن المسافة فالنقاف فالنقاب بتساوي كام نيوتن؟ ومديني القوة اختيارات. بتساوي كام نيوتن؟ تمام. يبقى الأول كده هنقول له نحدد بياناتنا. الكتلة كانت ب 2 كيلو جرام، السرعة الابتدائية 45 كيلو متر على الساعة، يعني فهضربها ب 5 على 5 على 18 18 تطلع 25 على 2 متر على فتطلع الثانية. 25 على 2 متر على الثانية. السرعة النهائية عبارة عن 72، برضه هضربها في 5 على 18 هتطلع 20 متر هتطلع على 20 الثانية. متر كل ثانية. أنا أقدر، وكمان مديني الزمن 1/10 من دول، أقدر أجيب جيم وأقول له يبقى عين تساوي عين صفر زائد نون جيم، وهعوض عليها عين ب20 وعين صفر ب25 على الاثنين ونون ب1/10 جيم.
وأودي ال 25 الناحية التانية يبقى 20 ناقص 12 ونص بتساوي 1 على 10 جيم. 20 سبعة ونص يبقى 7 ونص ايه بتساوي 1 على 10 جيم، بالضرب في 10 تبقى جيم هتساوي 75 75 متر على متر الثانية على تربيع. الثانية تربيع. طيب أنا عندي كاف في جيم بتساوي قاف. القوة بتساوي الكتلة في العجلة، القانون تمام. الثاني نيوتن. يبقى اذا قاف هتساوي 2 الكتلة في 75 هتطلع ب 150 نيوتن. لان طب الكتلة نشوف بتتقلب الاجابات بقى بالراعي. كده. عندي الإجابة الأولى كانت 750 على 49، طبعا إجابة غلط. الإجابة الثانية ب كانت 1470، الإجابة الثالثة ج كانت 150، وهي فعلا هسود الدايرة ج. برضو بنقول دال بتساوي 15 في 10 أس 6، طبعا إجابة مرفوضة. يبقى ما نستعجلش في الحل ونراجع، وقلت بسود الدايرة في حل بالقلم تاني يا والرصاص. مستر، في حل تاني ان احنا هنقول له انه قاف في نون بيساوي الدفع بيساوي التغير التغير في في كمية كمية الحركة، الحركة. وكنا ممكن نعمل كده ونقول له انه كاف في عين ناقص عين صفر بتساوي قاف في نون، ومن هنا نقدر نجيب قاف. يعني ده حل وده حل، الحل الآخر. انت ممكن تجيب الحل ده وممكن تجيب الحل التاني. نشوف سؤال تاني كده. اتفضل يا فندم. ثواني. بيقول لي هنا بدأت سيارة الحركة من سكون في خط مستقيم من نقطة ثابتة على الخط، ويعطى القياس الجبري لمتجه سرعتها بعد زمن زمن نون ثابت. نون ثابت ثابتة بالعلاقة عين بتساوي 3 نون تربيع زائد 2 نون، واضح انها السرعة بالمتر على الثانية. اوجد كلا من عجلة الحركة والإزاحة للسيارة عندما نون بتساوي 2 ثانية. تمام. افكر الطلبة كلهم ان احنا عندنا علاقة ما بين الف والعين والجيم. لو انا مديني الف اقول له يبقى العين دال ف على دال نون، ولو مديني العين اقول له الجيم بتساوي دال عين على دال نون. طيب لو انت مدي لك السرعة عايز الـ الازاحة يبقى لابد انك انت تكامل، عايز العجلة يبقى هتفاضل. يعني باستمرار لو انا مديني السرعة هنا كده انا عايز العجلة يبقى هفاضل، طب عايز ارجع تاني اجيب الازاحة يبقى هكامل السرعة علشان اجيب الايه الازاحة. اذا في الحالة ديت اراجع لك بقى التكامل، الازاحة بتساوي تكامل السرعة دال نون، والسرعة بيساوي تكامل العجلة دال نون. يبقى انا في الحالة ديت لو انا معايا العجلة، لو بدأ معايا بقى بالعجلة، انا لو بدأت بالازاحة يبقى هفاضل اجيب السرعة يبقى هفاضل اجيب العجلة. طب انا لو بدأت بالعجلة يبقى انا هفاضل اجيب السرعة، اكامل اجيب السرعة واكامل اجيب الايه الازاحة. طيب مديهاني في النص بقى، مديني السرعة وقال لي انا عايز العجلة وعايز الازاحة، طب بالنسبة للعجلة يبقى انا هفاضل، طب بالنسبة للإزاحة يبقى انا ايه هكامل. نكمل بقى ونشوف المسألة عايزة ايه بالظبط. بدأت الحركة سرعة سيارة الحركة من سكون، يعني عين صفر بصفر في خط مستقيم على من نقطة ثابتة على الخط، ويعطى القياس الجبري لمتجه سرعتها بعد زمن ثابت بالعلاقة عين بتساوي 3 نون تربيع زائد 2 نون. طب انا عايز العجلة هقول له كده انا عندي عين هتساوي 3 نون تربيع زائد 2 نون، يبقى ج بتساوي د عين على د نون. الله، ما انت لسه قايل ج بتساوي عين في د عين على د س، نقول له دي لما كانت داله في الازاحه، لكن هنا دي داله في الزمن، يبقى ج هتساوي د عين على د نون بتساوي 6 نون زائد 2، ويبقى ج هتساوي 6 نون زائد 2، بيقول لي عوض عند نون بتساوي 2، هقول له يبقى ج بتساوي 6 في 2 زائد 2، يبقى بتساوي 14 متر على الثانية تربيع. يبقى بتساوي 14 متر على الثانية تربيع. مرة تانية، عين بتساوي 3 نون تربيع زائد 2 ايه نون، انا عايز العجلة بفاضل يبقى بضرب يبقى 6 نون زائد 2، قال لي عوض عند نون بتساوي 2 يبقى 6 في 2 ب 12 زائد 2 يبقى 14 متر على الثانية تربيع. كده جبت الايه العجلة. طيب عايزين نجيب الازاحة، فكامل بقى السرعة بالنسبة للزمن. يبقى الازاحة يبقى هنكامل من صفر لاتنين لتلاتة نون تربيع زائد اتنين ايه نون. خلي بالك في فرق بين الازاحة والمسافة، الازاحة بكامل على طول، لكن الازاحة لابد ان انا اعرف الحركة اتغيرت، السرعة اتغيرت حركتها ولا لا، لانه المسافة لابد ان انا اعرف اجيب طول المسار اللي مشيته. هنا الازاحة مش بالضرورة انا هبدأ بالبداية بتاعت صفر والنهاية بتاعت اتنين، انما الازاحه لابد ان انا اساوي السرعه بصفر واعرف الفتره الموجبه واعرف الفتره السالبه واجيب كل فتره الايه وحدها، وفي مساله على المسافه لكده. يلا بقى نكمل يا مستر. يبقى نضيف للاس واحد ونقسم على الاس يبقى دي، يبقى هنضيف نون تكعيب يبقى زائد نون هتبقى تربيع. هتبقى 3 نون 3 نون تكعيب على 3 زائد 2 نون تربيع على 2 من صفر ل 2،
ويبقى فيه بتساوي، هطير التلاتة دي هتبقى نون تكعيب من صفر لاتنين، زائد هطير الاتنين دي هتبقى نون تربيع برضو من صفر لكام لاتنين. اعوض بقى، اعوض بالاتنين فهتبقى تمانية، واعوض بالاتنين هتبقى اربعة، وهناك اعوض بصفر فهتبقى صفر، فيبقى الازاحة بتساوي 12. 12 وحدة طول. يبقى ده مقياس او معيار الازاحة هيطلع بكام؟ ب 12. نشوف سؤال تاني كده. شوف سؤال تاني كده. بيقول لي هنا وضع جسم كتلته 120 جرام على مستوى خشن يميل على الافق بزاويه جبهة 4 أخماس، ثم ربط الجسم بخيط يمر على بكره صغيره ملساء عند قمه المستوى، ويتدلى من طرف الخيط الاخر جسم كتلته 160 جرام. تمام. فاذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين الجسم والمستوى بيساوي 2، فاوجد المسافه التي تقطعها المجموعه من السكون في 3 ثواني. تمام. يبقى احنا لابد ان احنا نرسم اولا الرسمه، وبعدين نبدا نطلع البيانات من على المساله. الجسم على مستوى افقي مائل بالمنظر ده، وانا عندي هنا كتله كتلتها 120، بيتدلى بيمشي منها كده حلقه، ومن الحلقه دي يتدلى منها كتله، الكتله عباره عن 160 جرام. طبعا طالما الجسم خشن هيبقى الناحيه الثانيه في حاجتين، في مركبة الوزن اللي هو كاف دال جاه، وهنا كمان ميم كاف معامل الاحتكاك الحركي في ره، وطبعا ره هنا باينه من هنا كده، ان انا عندي هنا ره وهنا كاف دال جتا ه، وعندي الشدين عند محور البقرة، وعندي الشد هنا وعندي الشد هنا. وتعالى بقى نعمل المعادلات بتاعتنا علشان خاطر تاخد بالك منها. اول معادله نبداها من هنا كده، فنقول له ايه المعادله الاولى اللي هي 160 دال ناقص شين هتساوي 160 جيم. انا بشتغل بالجرام، فدال دي هتبقى ب 900 وكام و80، ودي تبقى المعادله الاولى. المعادله الثانيه طبعا الجسم طالع كده، فهقول له شين ناقص ميم كاف ر، هنقول لك ر بتساوي كام، ناقص كاف دال جاه هتساوي 120 جيم، اللي هي 120 جيم. وبالجمع طبعا دي المعادله 2، بالجمع الشين اللي هنا هتروح مع الشين اللي هنا، وهقول له هجمع تبقى 160 في 980 ناقص الميم كاف بتلتين في الره اللي هي كاف دال جتا ه، هتبقى هنا كاف اللي هي 120 في دال 980 في جاه. خلي بالك هو قال لي اله الجا ب 4 على 5، يبقى 3 على 5، يبقى الجا الجتا ب 3 على 5، ناقص كاف اللي هي 120 في دال 980 في الجاه 4 على 5، بتساوي اجمع الاثنين دول هيطلعوا 280 جيم. نبدا بقى نطلع عامل مشترك 980 عامل، فهطلع 980 عامل مشترك. فتعالى معايا في الخطوه اللي جايه كده، 980 عامل مشترك هيبقى لي من هنا 160 ناقص 2 على 3 في 120 في 3 على 5 ناقص 120 في 4 على 5 بتساوي 280 جيم. نبدا نختصر 3 مع 3، وهنا هيبقى 980 في 160 ناقص 240 على 5 ناقص هنا برضو 120 في 4 على 5 بتساوي 280 جيم. نبدأ نحاول نخلص القوس ده كله كده، نقول له 160 ناقص 240 يعني ناقص 48 على 5 ناقص كمان 120 120 في 4 على 5، الناتج هيطلع 16. يبقى 980 في 16 بتساوي 280 جيم. وهقول له بالاسم على 280 هنا وعلى 280 هنا، هتبقى الجيم بتساوي 980 في 16 16 في 16 على 280، فهتطلع 56 سنتيمتر لثانية تربيع. كده جبنا الايه؟ العجلة. نشوف المسألة طالبة ايه مننا؟ المسألة طالبة اوجد المسافة التي تقطعها المجموعة من السكون في 3 ثواني. يبقى السكون عرفنا انه السرعة الابتدائية بصفر، وانا عندي الزمن 3 ثواني، وعندي العجلة جبتها، اقدر اجيب المسافة. انا عندي العجلة طلعتها 56 سنتيمتر لكل ثانية تربيع، اقدر اقول له بقى المسافة
ف بتساوي عين صفر نون زائد نص د ج نون تربيع، يبقى ف هتساوي عين صفر بصفر فدي راحت، يبقى دي نص في ج احنا جبناها 56 ونون بتلاتة اربعها تبقى تسعة، يبقى نطلع الناتج بتاع الكلام ده كله هيبقى نص، تمام. فهتطلع في الاخر 243 سنتيم بعد الحساب بتاع المسألة. يبقى احنا جبنا المسألة اولا من الحكاية كلها، جبنا عجلة المجموعة، درسنا معادلات الحركة هنا، من هنا قلنا 160 د ناقص ش بتساوي 160 ج، هنا قلنا انه ش لان الحركة في الاتجاه ده بيساوي م ك ر ناقص ك د ج هي مركبة الوزن بتساوي 120 ج، وجمعنا المعادلتين وقدرنا نجيب العجلة. وبعد ما جبنا العجلة دخلنا تاني بقى في المسافة، العجلة طلعت ب 56 وقلنا المسافة عين صفر نون زائد نص ج نون تربيع وطلعنا المسافة. نشوف حاجة تانية كده، اتفضل نظام يا فندم. الاختيار من المتعدد. بيقول لي إذا كانت عين بتساوي 2 نون ناقص 4، فإن المسافة المقطوعة خلال الفترة الزمنية المغلقة من صفر لثلاثة تساوي نقط وحدة طول. طبعا هنا بقى طالب المسافه مش الازاحه، يبقى لابد ان انا اشوف الفتره الاول اتجاه الحركه هل اتغيرت ولا لا، وبعدين ابدا احسب مسافه كل جزء من الاجزاء بتاعتنا. فلابد ان انا تتغير الحركه او تغير اتجاه الحركه عندما عين بتساوي كام؟ صفر. فانا علشان كده بنقرا المساله تاني اهو، اذا كانت عين بتساوي 2 نون ناقص 4 فان المسافه المقطوعه خلال الفتره الزمنيه من صفر لثلاثه، لو طلب الازاحه هقول له الازاحه تكامل من صفر لكام؟ لثلاثه، لكن لما يطلب المسافه فاقول له الاول عندما عين تساوي صفر يبقى 2 نون ناقص 4 بتساوي صفر، يبقى 2 نون بتساوي 4 تبقى النون بتساوي 2. وتعالى بقى احنا الفتره بتاعتنا من صفر لثلاثه، عندي النون بتساوي 2 السرعه بتتغير حركتها، طيب دي معادله من الدرجه الاولى، يبقى معنى كده اليمين هتبقى موجبه والشمال هتبقى سالبه. طب يبقى معنى كده ان انا الجزء السالب ده لازم اعمل عليه مقياس، علشان انا هجيب بقى الفتره من صفر لاتنين وبعدين تكامل فتره من اتنين لايه؟ لتلاته. فهقول له المسافه بتساوي تكامل مقياس من صفر لاتنين لاتنين نون ناقص اربعه ده النون، زائد تكامل من اتنين لتلاته دي فتره موجبه، عايز تحط عليها مقياس حط، مش عايز تحط عليها مقياس هي اصلا موجبه، اتنين نون ناقص اربعه دالت نون. يبقى ادي الفرق بين الازاحه، لما يطلب مني ازاحه في مساله زي كده فبقول له التكامل من اول الفتره لغايه اخر الفتره، لان الازاحه هي متجه يبدا من البدايه لغايه النهايه، ولكن المسافه هو طول المسار المقطوع مهما اختلفت اتجاه حركته، وبالتالي هنا اختلفت اتجاه حركته في جزء موجب وفي جزء سالب، يعني معنى كده ان الحركه اتغيرت من مكان الى مكان عندما س بتساوي كام؟ صفر. يلا بقى نكامل، يبقى فيها هتساوي انا معايا مقياس هنا، لما هكامل هنا هيبقى 2 نون تربيع على 2 تبقى نون تربيع ناقص 4 نون من صفر ل 2، زائد تكامل هنا برضو 2 نون تربيع على 2 تبقى نون تربيع ناقص 4 نون من 2 ل 3، ويلا نعوض، هعوض بالاتنين فهتبقى 4 ناقص 8، وطبعا انا معايا مقياس عشان يطلع لي الناتج بالموجب، وهعوض هنا فهتبقى 9 ناقص 12، وهنا هعوض ب 4 ناقص 8، برضه هحط هنا ايه؟ مقياس بالمنظر ده كده. يلا نعوض بقى المقياس اللي هنا هيطلع بكام بقى؟ هيطلع بكام؟ بسالب 4 مقياس تبقى ب 4، وهنا هنقول له سالب 9 ناقص 12 تبقى بسالب 3، وهنا 4 دي ناقص. هنا 4 ناقص 8 بسالب 4 زائد سالب في سالب هتبقى بموجب 4. فهيطلع الناتج هنا 1. و4 الناتج كله هيبقى بكام؟ ب5. شوف الاختيارات كده يا مستر. يبقى أول حاجة أ ب5، طبعا ب ب11، ج ب3، د ب2، يبقى واضح الإجابة بتاعتي هي أ. هي إيه؟ الإجابة أ. فرق ما بين الإزاحة والمسافة، الإزاحة باخد الفترة كلها، المسافة لابد إن أنا أعرف عندما عين بتساوي صفر فهل تغيرت الحركة ولا لأ، ولو تغيرت يبقى لابد إن أنا آخد كل فترة لوحدها وأحط عليها مقياس. نشوف سؤال تاني برضه. اتفضل يا فندم. بيقول لي إذا أثرت القوتان قف واحد اللي هي س زائد 5 ص زائد 7 ع، وقف اتنين اللي هي 2 س ناقص ص ناقص 2 ع على جسم هنا لفترة زمنية قدرها 2 ثانية،
وكل من نون واحد ونون اتنين قاف واحد بوحدة، وقاف واحد، قاف واحد فكل وقاف واحد من اتنين، قاف واحد وقاف اتنين وحدة بوحدة النيوتن. النيوتن، فإن فإنما مقدار دفع القوة على الجسم بالنيوتن في الثانية بيساوي بيساوي قد. الدين. طبعا انت عارف ان الدفع بيساوي القوه في الزمن، لكن هنا لابد ان انا اجيب محصله القوتين اللي هو ايه مديهم لي. فانا قبل ما بشتغل بقول له المحصله هتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين، يبقى المحصله عباره عن واحد وخمسه وسبعه، ده الزوج المرتب الاولاني زائد الزوج المرتب الثاني اللي هو اتنين وسالب واحد وسالب اتنين، يبقى دي المحصلة. المحصلة عبارة عن واحد واثنين يبقوا ثلاثة، وخمسة وسالب واحد يبقوا أربعة، وسبعة وسالب اثنين يبقوا خمسة. طيب إيه رأيك لو جبنا معيار المحصلة؟ هيبقى الجذر التربيعي لثلاثة تربيع زائد أربعة تربيع زائد خمسة تربيع. ثلاثة تربيع تسعة، بتسعة، أربعة ستاشر، تربيع خمسة يبقى وعشرين، 25، و25 يعني يطلع خمسين، ناتج جذر كام؟ 50، اللي هو خمسة 25 جذر في 2 اتنين. يبقى 5 جذر كام؟ 2. الدفع بيساوي قاف في نون، القاف عبارة عن 5 جذر 2 والنون بتساوي 2، يبقى الدفع كله عبارة عن 10 جذر كام؟ 2 نيوتن ثانية. يبقى أنا الأول قدرت أجيب محصلة القوتين، وبعدين جبت معيار المحصلة، وبعدين قلت له الدفع بيساوي قاف، هنا أقصد بقاف محصلة القوة كلها في نون الزمن، فقال لي 5 جذر 2 في 2 ب 10 جذر 2. نشوف الاختيار. طبعا هما مديني الإجابة الأولى ألف 5 جذر 2، الإجابة الثانية 10 جذر 2، الإجابة الثالثة 50 جذر 2، الإجابة الرابعة 100 جذر 2، فواضح الإجابة بتاعتي هي ب، هتبقى بسود الدايرة ب بالقلم تمام. الرصاص. بنسود الدايرة بالقلم الرصاص علشان لو في خطأ ممكن نرجع لها تاني ونشوف الحكاية شكلها ايه. نشوف سؤال تاني كده. اتفضل يا فندم. بيقول لي إذا كانت قاف بتساوي، ايوه إذا كانت قاف بتساوي واحد ناقص زائد نون ناقص واحد الكل التربيع، هي القوة المؤثرة على جسم بنيوتن خلال زمن نون. خلال فترة زمنية نون ثانية، عايزين دفع القوة على الجسم خلال الثواني الثلاث الأولى، ودفع القوة على الجسم خلال الثانية الرابعة بس. تمام، احنا خدنا التكامل وقدرنا نستخدمه في الديناميكا. من ضمن استخدامات التكامل في الديناميكا ان انا لو كملت القوه اللي هي داله في الزمن دي بالنسبه للزمن يديني الدفع. يعني انا لو معايا القوه قياسيه والزمن قياسي، الدفع بيساوي قاف في نون. طب لو انا عندي القوه مش قياسيه، مش ثابته، داله في الزمن، يبقى اقول له الدفع بيساوي تكامل قاف بالنسبه لنون. فهو ده اللي هيحصل دلوقتي، فهقول له كده الدفع بيساوي تكامل من صفر لتلاتة، لأنه عايز الثواني التلاتة الأولى لواحد زائد نون ناقص واحد الكل تربيع دالة نون. ونكملها بقى، يا إما نفك القوس الكل تربيع، يا إما نكملها وهي بالقوس كده. فهنيجي نقول له ده بتساوي من صفر لتلاتة تكامل الواحد بنون، وتكامل القوس اللي من الدرجة الأولى ده عبارة عن نون ناقص واحد الكل أس تلاتة على تلاتة، من صفر لكام؟ لتلاتة. ونعوض مرة بثلاثة ونعوض مرة بصفر، فتعال نعوض بثلاثة فتبقى ثلاثة، وهعوض هنا بثلاثة تبقى ثلاثة ناقص واحد باثنين، كل تكعيب تبقى بثمانية على ثلاثة، ده كده أنا عوضت بثلاثة. تعال نعوض بصفر، أعوض هنا بصفر فبيبقى صفر، أعوض هنا بصفر فيديني سالب واحد على ثلاثة، سالب واحد الكل أس ثلاثة بسالب واحد على ثلاثة. تعال بقى ندخل السالب دي هنا، هيبقى 3 زائد 8 على 3 زائد 1 على 3، يعني 3 و3 يبقى يعني 6. هتطلع 3 زائد 9 على 3 اللي هي 3، فهتطلع بكام؟ 6. ب 6. ويبقى الدفع خلال الثلاث ثواني عبارة عن 6، ويبقى عبارة عن نيوتن في الثانية. ده عايزين الدفع، ده الجزء الاولاني، ده عايزين الجزء الاولاني. طيب دفع القوة على الجسم خلال الثانية الرابعة. خلال الثانية الرابعة يبقى هكامل من الثالثة للرابعة، يبقى هقول له خلال الثانية الرابعة، يبقى اقول له الدفع بيساوي تكامل من الثالثة للرابعة للقوة برضو اللي هي واحد زائد نون ناقص واحد الكل تربيع بالنسبة للزمن. ونكامل زي ما كملنا المرة اللي فاتت، وهنكامل بقى ونعوض من ثالثة لرابعة عشان انا عايز خلال ثانية واحدة. فبقول له يبقى دال من الثالثة للرابعة، احنا كملنا الواحد بنون وكملنا القوس ده، عايز تفكه المرة دي مفيش مانع، عايز نكامل زي المرة اللي فاتت، يبقى نون ناقص واحد الكل اس ثلاثة على ثلاثة بالمنظر ده. ونعوض مرة بالأربعة ونعوض مرة بالتلاتة، فتعال نعوض بأربعة الأول تبقى أربعة، وهعوض هنا بأربعة ناقص واحد تلاتة، فهتديني 27 على تلاتة ناقص، أعوض بقى بتلاتة فهتبقى هنا تلاتة، وهعوض بتلاتة هنا فهتديني ثمانية تمانية على ثلاثة. على تلاتة. يبقى لو جمعنا بقى هنقول له أربعة ناقص تلاتة يديني واحد،
زائد 27 على 3 ناقص 8 على 3 فهتديني 24 على 3 دلوقتي 19 19 على 3 على 3. وبالمنظر ده الناتج في الاخر لو دي 3 على 3 فالناتج هيطلع 22 على على ال3 3 برضه نيوتن في الثانيه. نرفع الورقة يبقى شوية. خلال خلال الثانيه الرابعه بكامل من الثانيه الثالثه للثانيه الرابعه وبعدين خلصت التكامل فبقول له الناتج بيطلع 22 على ال3. هنشوف سؤال تاني فيه تصادم. اه بيقول لي كرتان ملسوان كتلة كل منهما 200 جرام، يعني كتلتين مستويتين، تحركت على خط مستقيم أفقي في اتجاهين متضادين، الأولى بسرعة 40 سنتيمتر على الثانية والثانية بسرعة 30 سنتيمتر على الثانية. تصادمت الكرتان فارتدت الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة بسرعة 8 سنتيمتر على الثانية. ارتدت يعني راحت عكس الاتجاه اللي آه كانت هي فيه. أوجد سرعة اتجاه الكرة الأولى بعد التصادم ودفع إحداهما على الأخرى. تمام، هرسم بقى وأبين إذا هنرسم الكلام دوت. فهنقول له هنا كده طبعا الكرتين على خط مستقيم واحد، وادي الكرة الاولى اهي، وادي الكرة التانية بالمنظر ده كده، كتلة كل منهما 200 جرام، بكتب هنا 200 وبكتب هنا 200، بعمل هنا اتجاه موجب، بعمل هنا لانهم في اتجاهين متضادين يبقى ده الاتجاه الايه؟ السالب. دي اسميها الاولى ودي اسميها الايه؟ الثانية، عشان نبقى احنا عارفين مين هنا الاولى ومين هنا الثانية. سرعة دي كانت لو سميناها الف، سرعة الف دي كانت 40 سنتيمتر لكل ثانية، ودي لو سميناها ب يبقى عين ب بتساوي 30 سنتيمتر لكل ثانية. تصادموا الاثنين، بعد ما تصادموا الكرة التانية ارتدت، طب هي كانت سالبة لما ترتد تبقى ايه؟ موجبة. اما الكرة الاولى لسه ما نعرفش حكايتها ايه، فاحنا هنقول انها هتبقى زي ما هي كده. فهنيجي نقول له ايه بقى؟ طالما تصادمت يبقى هنقول له كاف واحد عين واحد ناقص كاف اتنين عين اتنين، لانه الكتلة التانية بالناقص بتساوي كاف واحد عين واحد شرطة زائد كاف اتنين عين اتنين شرطة. نحط البيانات بقى، يبقى 200 في عين واحد اللي هي 40 ناقص الكتلة التانية سالبة لأنها في الاتجاه المعاكس، فهيبقى 200 في 30 بتساوي كاف واحد برضو 200 في عين واحد ما عرفهاش، فهكتبها كده عين واحد شرطة زي ما هي، زائد كاف اتنين برضو 200 في عين اتنين شرطة اللي هي ارتدت بيها طلعت 8. ارتدت يعني بقت موجبة. ممكن هقسم كله على 200، اقسم كله على 200 وبعدين اقول له 40 ناقص 30 يطلع 10، وهنا عين واحد شرطة زائد 8، وودي ال 8 الناحية التانية يبقى عين واحد شرطة هتساوي 10 ناقص 8 تطلع ب 2 سنتيمتر لكل ايه؟ ثانية. اذا سرعة ارتداد الكرة الاولى بتساوي 2 سنتيمتر لكل ثانية. عايز دفع احدهما على الاخرى، خلي بالك دي سرعتها 2 شرطة ودي سرعتها بالعكس عكس اتجاه سرعتها 8، ممكن تاخد دي او ممكن تاخد دي. فهنيجي نقول له دفع الاولى على الثانية، دفع الاولى على الثانية هيساوي هاخد انا التغير في كمية حركتها. هاخد التغير في كمية الحركة، هقول له 200 وبعدين لانهم في اتجاهين متضاد في نفس الاتجاه يبقى 40 ناقص 2، لانهم لو خدت التانية كانت واحدة فيهم في عكس اتجاه التانية كنا جمعناهم، وبالمنظر ده هيبقى 200 في 38 بس ايه، ونطلع الناتج بتاعها ويبقى هو ده دفع الاولى على التانية جرام سنتيمتر لكل ثانية. ده الدفع بتاع الاولى على التانية، ولو جبنا التانية هتطلع نفس النتيجة بس بخلاف اشارة. بخلاف الإشارة، خلي بالك دفع الاولى على التانية بيساوي سالب دفع التانية على الاولى. نشوف سؤال تاني كده. اتفضل. بيقول لي هنا اذا تحرك الجسم، لحظة بس، اتفضل. اذا تحرك الجسم كتلته 48 كيلو جرام في خط مستقيم بحيث كان القياس الجبري لعجلته يعطى بالعلاقة ج بتساوي 3 نون ناقص 12 متر على الثانية تربيع، فإن التغير في كمية حركة الجسم في الفترة الزمنية من 1 ل 3 بيساوي نقط كيلو جرام في متر على الثانية. طبعا مديني أربع أجوبة، أ ب 504، ب بسالب 1080، ج بسالب 12، د ناقص 576. طبعا مش هبص للإجابات دي وأبدأ أحل حل عادي وأشوف الإجابة بتاعتي. تمام،
احنا ممكن هنا هنجيب السرعة من العجلة ونضربها في كتلة، فيبقى السرعة في العجلة بتساوي التغير في كمية الحركة، خصوصا مديني فترة زمنية من واحد لكام؟ لتلاتة. مظبوط. وممكن حل تاني اني انا معايا العجلة ومعايا الكتلة اقدر اجيب القوة، وبعدين القوة اجيب التغير في كمية الحركة بيساوي الدفع، والدفع اللي هو تكامل القوة اللي هي هتبقى دالة في الزمن، ومن واحد الى ايه؟ ثلاثة. ممكن يعني نحل انا ممكن احط في القانون قدامي ان د بتساوي ق في ن، وفي نفس الوقت بتساوي ك في ع ناقص ع، تمام، صح؟ يعني هقول له كده د بتساوي ق في ن، وفي نفس وبتساوي الوقت ك في ع ناقص ع صفر، يعني هو ده التغير في كمية الايه؟ الحركة. الحركة. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عايزين ق، فهقول له ك في ج بتساوي ق، وبالتالي ك اللي هي 48 في ج اللي هي 3 ن ناقص 12 بتساوي ق، اصبحت ق كده داله في الزمن. ايوه طب احنا عايزين نجيب الدفع، فنيجي نقول له الدفع بيساوي تكامل من 1 ل 3 ل 48، هطلعها بره، ل 3 ن ناقص 12 داله ن. في الحاله ديت اللي انا هجيبه ده هيبقى عباره عن التغير في كميه الايه؟ الحركة. الحركه. يلا مع بعض كده بقى نكامل. خلي بالك احنا مطلعين ال 48 بره، وهكامل من 1 إلى 3، هكامل 3 نون تربيع، هتبقى 3 نون 3 نون 3 نون تربيع على 2 ناقص 12 نون. وهنعوض بقى، يبقى ال 48 بره اهي، وهقول له هعوض مرة ب 3، فتبقى 3 في 9 على 2 ناقص، اعوض مرة ب 3 هنا هتبقى 36 36، ادي أول واحدة. ونعوض بالواحد ثلاثة هتبقى 3 على 2 ناقص 12. تعالى نشوف كده، ادي ال 48 بره هنا كده، ودي تبقى 27 على 2 ناقص 3 على 2، وهنا سالب 36 زائد 12. نخلي الكسور مع بعض ونخلي الاعداد الصحيحه مع بعض. ادي ال 48 معايا هنا كده، ودي 12 وديت 27 ناقص 3 هيبقى 24 على ال 2 يبقى فيها ال 12 ناقص 36 زائد 12. 12 زائد 12 24، من بسالب سالب 12. 36 يبقوا سالب ايه؟ 12. يبقى الناتج هيطلع 48 في سالب 12، يبقى الناتج هيطلع، نضرب بقى 12 8، في 12 ب 144، يبقى 144 في 4، 48 في 4 في 12 4 ب 16، هتطلع وسالب ب 576 ب 576 بس بالسالب، بالسالب. هتطلع سالب 576. يبقى يا ترى الاجابه بتاعتي الاختيارات، هتبقى دال. يعني الاختيارات هتبقى ايه؟ هتبقى دال الاختيار بتاعنا اللي احنا عملناه. يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ احنا هنا عملنا ان احنا جبنا معانا العجلة ومعانا الكتلة، جبنا القوة ان كاف جيم، كاف جيم بتساوي كاف جيم بتساوي قاف، فاحنا جبنا القوة، وبعد ما جبنا القوة ضربناها في الفترة الزمنية بتاعتنا، جبنا الدفع تكامل من 1 إلى 3، فبعد ما جبنا الدفع هذا الدفع بيساوي التغير في كمية الايه؟ الحركة. نشوف سؤال تاني اتفضل كده، يا فندم. بيقول لي هنا اذا تحرك جسيم في الاتجاه الموجب لمحور السينات تحت تأثير القوة قاف اللي هي س في 1 ناقص س نيوتن، القوة بالنيوتن، حيث س مقاسة من س بتساوي صفر الى س بتساوي 1، فان الشغل المبذول من القوة على الجسم بيساوي نقط. مديني هنا 4 اجوبة، سدس في 10 اس 5، ولا سدس في 10 اس 7، ولا 6، ولا سدس. طيب برضو هنا برضو من ضمن استخدامات التكامل في الديناميكا ان الشغل بيساوي تكامل القوة في المسافة، لا خصوصا لما تبقى القوة دالة في الإزاحة. فاحنا بنقول له هنا كده، فاحنا هنا بنقول له انا عندي قاف بتساوي سين في 1 ناقص سين، ولو حبيت تفكها هتبقى سين ناقص سين تربيع، يبقى معنى كده ان الشغل بيساوي تكامل قاف دالة سين، مديني هو الفترة من صفر لغاية 1، فأنا بكامل من صفر لإيه؟ لواحد. ويبقى نقول له الشغل بيساوي تكامل من صفر لواحد لسين ناقص سين تربيع دالة سين. يلا نكمل بقى، يبقى الشغل هيساوي من صفر لواحد أهو، السين تبقى سين تربيع على الاتنين ناقص السين تربيع هتبقى سين تكعيب على التلاتة، ونعوض مرة بواحد ونعوض مرة بصفر، فالناتج هيطلع نص ناقص ناقص تلت. ده بالنسبة لو عوضت بواحد، لو عوضت بصفر فهيطلع الناتج ايه؟ بصفر. وبالشكل ده هيطلع الناتج كله سدس، لانه 2 في 3 ب 6، و3 في 1 ب 3، و2 في 1 ب 2، هطرحهم هيطلع الناتج سدس. اذا الشغل هيطلع سدس. طيب تعال نشوف بقى الاختيارات. أ بسدس في 10 أس 5، ب بسدس في 10 أس 7، ج ب 6، د بكام؟ بسدس. بسدس. اذا الناتج هيطلع بسدس.
طبعا هنا عشان القوة بالنيوتن والمسافة بالسنتيمتر، يبقى فهتبقى وحدتها اللي هي ايه؟ هتبقى جول طبعا. جول. طبعا هي الوحدة جول، هي واحدة جول، هو لان هي تقريبا طبعا لو مش جول وكتب لي ارج في الاخر فهتبقى سدس في 10 اس 7. يبقى هنا دي نقطة مهمة. طبعا هو المفروض بيكتب لي هو هل دي بالجول ولا هو طبعا بالارج؟ محدد الوحدات اللي هنا، هو قال انه ما حددهاش هو طبعا، هو لا سخن. قال القوة بالنيوتن. لا انا بتكلم على الاجابه، ما كان المفروض هنا يعني يكتب لي بالجول او الارج، على اساس انها ايه، لان في اجابتين متساويين، لو بالجول تطلع سوتس، لو بالارج تطلع سوتس في 10 اس 7. لكن هو اصلا القوه بالنيوتن. انا معاك، ما هو بالنسبه للطالب يبقى تمام عارف الايه كده. الاجابه. نشوف سؤال تاني كده. اتفضل يا فندم. بيقول لي اذا اثرت قوه قاف 3 س زائد 2 ص على جسم فكان متجه الموضع للجسيم عند اي لحظه زمنيه يتعين من العلاقه، المتجه ر بيساوي ن تربيع زائد 1 متجه س زائد ن ناقص 4 متجه ص، حيث س وص متجه الوحده الاساسيين، وقاف ومعيار بالنيوتن. قاف اهم حاجه مع حددها لي بالنيوتن، والمسافه بالمتر. عايزين الشغل المبذول من هذه القوه في الفتره الزمنيه من ن بتساوي 1 ثانيه الى ن بتساوي 3 ثانيه. تمام. هنا بقى الشغل المبذول هيبقى قاف ضرب قياسي فيه من غير تكامل، فلابد ان انا اجيب له فيه الاول. فانا عندي هنا ر بتساوي ن تربيع زائد 1 س وحده ون ناقص 4 ص وحده، فهقول له ر صفر، اللي بعوض عن ن بيساوي صفر، فهيبقى هنا هيبقى 1 س وحده زائد ناقص 4 س ناقص 4 ص وحده، وبعدين اقول له فيه بتساوي ر ناقص ر صفر، يعني هطرح ده من ده. فلو طرحنا كده بوجه النظر هنلاقي ان الواحد هنا هتروح مع الواحد اللي هنا، الثوابت هتروح، الثوابت هتروح، فيبقى فيه عباره عن نون تربيع س وحده زائد نون ص وحده. ولو حبيت تعملها في زوج مرتب فهتلاقيها نون تربيع ونون. طب ليه بنعملها في زوج مرتب؟ لان انا هضربها ضرب قياسي في القوه. طيب القوه معايا؟ معاك. القوه بكام؟ القوه عباره عن 3 و2، والازاحه بكام؟ نقول له بنون تربيع ونون. يبقى الشغل عباره عن قاف ضرب قياسي فيه، يبقى عباره عن 3 و2 ضرب قياسي نون تربيع فاصلة نون. اضرب بقى هتطلع ب 3 نون تربيع زائد 2 نون. ده الشغل بوجه العموم او بدلاله نون. طيب انا عايزه من نون بتساوي 1 الى نون بتساوي 2، يبقى اجيب الشغل الاول عند 2. الشغل عند 2 يبقى 3 في 2 الكل تربيع زائد 2 في 2. 2 كل تربيع ب 4 في 3 ب 12، و2 في 2 ب 4، يبقى الناتج هيطلع بكام؟ ب 16. وبعدين هنجيب الشغل عند 1. الشغل عند 1 يبقى 3 و2 5. يبقى 3 زائد 2 5، وبعدين اطرح الاثنين من بعض. يبقى الشغل يبقى الشغل هيساوي ش 2 ناقص ش 1، هيبقى 16 ناقص 5، هتطلع بكام؟ ب 11 جول. يبقى هنا واضح نيوتن في متر، يبقى بتديني وحده الشغل هي الجول. يبقى احنا هنا قدرنا نعمل المساله ديت، ان احنا نجيب متجه الازاحه، جبنا ر صفر، جبنا متجه الازاحه، عملناه على هيئه زوج مرتب، قلنا الشغل القوه عندي ب 3 و2، الازاحه عندي بنون تربيع ونون، الشغل قاف ضرب قياسي فيه، وبعدين ضربناهم فجبنا الشغل بدلاله الزمن عند اي لحظه، وبعدين عايز هو من الفتره 1 الى الفتره 2، فاحنا جبنا الشغل عند 2 وجبنا الشغل عند 1 وعملناها وخلصناها. نشوف سؤال تاني كده. اتفضل يا فندم. بيقول لي قاطره كتلتها 30 طن بدات الحركه من السكون على مستوى افقي بعجله منتظمه ضد مقاومات تعادل 1/100 من وزنها، وعندما بلغت سرعتها 90 كيلومتر على الساعه اصبحت قدرتها 441 كيلو وات، اوجد قوة الالات القاطرة بثقل الكيلوجرام، وبعدين طلب مني العجلة. مقدار العجلة. كلام جميل. يبقى تعالى نطلع البيانات من المسألة. كتلة القاطرة كاف بتساوي 30 في 10 اس 3 كيلو جرام. الحركة من سكون يعني عين صفر بكام؟ بصفر. المقاومة 1/100 من وزن القاطرة، يعني في 30 في 10 اس 3 مش هضرب في الوزن لان انا عايز المساله بالثقل كيلو جرام، او نضرب في الوزن هنا هتبقى 9.8، يبقى ده المقاومه. وعندما بلغت سرعتها 90 كيلومتر، يبقى السرعه عندي 90 في 5 على 18،
هي على 18 فيها الواحد على يبقى 18 فيها 25 متر الخمسة على تبقى الثانية. 25 متر على الثانية. أصبحت قدرتها القدرة بتساوي 441 في 10 أس 3، خلي بالك كيلو وات. يبقى هنا بقت بالايه؟ بالوات. بالواط. طالما بالوات يبقى كل الشغل بوحدات مطلقه، على علشان كده خليت المقاومه بالوحده المطلقه، ان انا خليتها مش بالثقل، يبقى يبقى ضربت في الوات 9.8. يعني اللي اه طبعا الكتله ماشيه على مستوى افقي، وخلي بالك هي ماشيه مش بسرعه منتظمه، هو بتساوي جول على بعجله منتظمه. طيب ما هنبدا نقول له البدايه كده، هنقول له القدره بتساوي قاف في عين، الثانية بعجلة منتظمة اقصى قاف في عين، يبقى القدره عندي 441 في 10 اس 3، قاف مش معلومه، عين احنا جبناها 5 وكام؟ و20. اقدر اجيب قاف اللي هي هتبقى 441 في 1000 على 25. على ال 25 فيها الواحد، على ال 25 فيها ال 40، يبقى هنا يبقى 0 4 صفر ينزل. 4 في 1 ب 4، 4 في 4 ب 16، 6 معايا الواحد، 4 في 4 17 ب 16 يبقى 17. دي القوة بالنيوتن، خلي بالك لأن أنا شغال وحدات مطلقة. تعالى بقى، عجبت قوة الآلة لو عايزها بالثقل كيلو جرام، لأنه هو قال أنا عايز القوة بالثقل كيلو جرام، يبقى هقول له 17 640 على 9.8، فهتطلع 1800 ثقل كيلو جرام. كده احنا جبنا القوة بالثقل كيلو جرام، بس انا معايا القوة بالنيوتن. اقدر اجيب العجلة بقى، اقدر اقول له العجلة كاف في جيم بتساوي قاف ناقص ميم. كاف اللي هي 30 في 10 اس 3، جيم مش عارفها، قاف انا جايبها ب 17 640، ميم عندي اللي هي 1 على 100 في 30 في 10 اس 3 في 9.8. بعد ما تقسم على 30 في 10 اس 3، يعني هتقول له 17 640 ناقص 1 على 100 في 30 في 10 اس 3 في 9.8، وهنا هتقسم على 30 في 10 اس 3، ج في الحاله ديت بعد الحساب هتطلع 49 على 100 متر لكل ثانيه تربيع. يبقى احنا كده قدرنا نجيب القوه وقدرنا نجيب العجله. مسألة مهمة وفكرتها حلوة، لأن هنا القدرة متعودين الطلبة إنها القدرة بتساوي قوة. بالحصان. نشوف برضو سؤال تاني كده. اتفضل يا فندم. بيقول لي إذا تحرك جسيم كتلته 2 كيلو جرام تحت تأثير القوتين، مديني القوة قف واحد ألف سين زائد ب صاد زائد ه عين، والقوة قف اتنين ب2 سين ناقص 3 صاد زائد عين، فاكتسب عجلة مقدارها أربعة جيم أربعة أربعة سين زائد سين عين. زائد متجه عين، فإن ألف زائد ب زائد ه بتساوي نقط. تمام. ده برضو بيخضع لقانون نيوتن الثاني، أن كاف في جيم بتساوي قاف. بس قانون نيوتن الثاني فيه منه كمية قياسية وفي كمية منه طريقة متجهة. يعني إحنا المفروض الأول نجهز القاف. فهنيجي نقول له أنا عندي ح بتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين. ح المحصلة بتاعت القوة عبارة عن ألف سين زائد ب صاد زائد ه عين، وهجمع معاها كمان 2 سين ناقص 3 صاد زائد عين. لما هنجمع الكلام ده هجمع السينات مع بعض والصادات مع بعض والعينات مع بعض، فيبقى المحصله عباره عن الف زائد 2 في متجه سين، وزائد ب ناقص 3 في متجه صاد، زائد ه زائد 1 في متجه عين. ده ح. المفروض ان انا هقول له كاف في ج متجه بيساوي ح متجه. ح ديت اللي هي محصلة الايه؟ القوة. قانون نيوتن بالصيغة المتجهة، يبقى كاف متجه بيساوي ح متجه. كاف في جيم طبعا. طيب يلا بقى نقول انا له عندي الكتلة 2 كيلو جرام، الكتلة 2 كيلو جرام، والعجلة عبارة عن 4 سين وحدة زائد عين وحدة بيساوي، انا عندي بقى القوة عبارة عن ألف زائد 2 سين وحدة، وب ناقص 3 صاد وحدة، و ايه زائد ه واحد زائد واحد عين عين واحدة. واحد هضرب دي في اتنين عشان اقدر اساوي، يبقى 8 سين وحدة زائد 2 عين واحدة بيساوي الف زائد 2 سين وحدة زائد ب ناقص 3 صاد وحدة زائد عين ه زائد واحد متجه عين. نساوي بقى ببعض كده، يبقى معنى كده هقسم المسألة تلات اجزاء، الف زائد 2 هتساوي 8، ب ناقص 3 هنا مفيش صاد هتساوي صفر، ه زائد 1
هتساوي 2، من هنا الالف هتساوي 6، من هنا الب هتساوي 3، من هنا اله هتساوي 1، وهو عايز الف زائد ب زائد ه، هقول له يبقى 6 زائد 3 زائد 1 ب 10. هيطلع بكام؟ ب 10. ب 10. نشوف سؤال تاني كده، نشوف مسألة كمان. بيقول لي هنا إذا قذف جسم من قاعدة مستوى أملس يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 درجة وطوله 10 أمتار بسرعة 10 متر على الثانية، ده من تحت، من القاعدة من مظبوط. تحت. فإن سرعة الجسم لحظة وصوله إلى قمة المستوى تساوي نقط متر على الثانية. او مديني مديني اختيارات. 4 إجابات، يا إما 2 متر على الثانية، ولا جذر 2 متر على الثانية، ولا 7 جذر و2 سبعة من واتنين من عشرة عشرة. جذر هنا متر على الثانية، ولا 5 أتساع متر على الثانية، أو طيب، 5. يبقى نرسم الرسمة عشان نتخيل المسألة بتقول ازاي او بتحكي حكاية ازاي. فاحنا بنقول له انا عندي مستوى هنا، وقذفت الجسم من قاعدة المستوى بالمنظر ده. يبقى الجسم هنا كده وقذف بالمنظر ده كده، السرعة الابتدائية بتاعته كانت 10 متر لكل ثانية، زاوية ميل المستوى 30، طول المستوى نفسه كله 10، يعني ال10 متر ده كله طوله. فأن سرعة الجسم عند قمة المستوى تبقى كام؟ اللي هو هنا كده. فاحنا بنقول له طبعا الجسم ماشي تحت أملس، فالجسم ماشي تحت تأثير مركبة مركبة وزنه الوزن بس، فقط. وبالتالي بما انه الجسم تحت تأثير وزنه فقط، مركبة وزنه فقط، يبقى جيم بتساوي دال جاهي. صح كده؟ يبقى كاف في جيم بتساوي كاف دال جاهي، ونشطب دي اللي قالها الأستاذ ماهر، احنا بس بنوضحها. يبقى جيم بتساوي دال جاهي، يبقى احنا كده جبنا العجلة الجاهي جاب 30 والدال ب 9.8 من عشرة، يبقى 9.8 من عشرة في نص هتطلع ب 4.9 من عشرة متر على الثانية تربيع. أنا كده معايا الجيم ومعايا السرعة الابتدائية 10 ومعايا واضح انك المسافة. بتحرك بتقصير لانه هيسكن عند قمة المستوى. يبقى هنا هتبقى بالسالب دال جاهي، لان مقذوف تمام وهيسكن. تمام تمام هتطلع بالسالب. فهو هنا مش هيسكن، ده انا عايز اللحظه، انا عايز السرعه بتاعته عند قمة عند المستوى. قمه المستوى. ماشي. فهاجي اقول له انا عندي عين صفر بيساوي 10، عندي جيم بسالب 4.9 من 10، عندي ف بتساوي 10 متر، 10 متر على الثانيه ديت، وعندي عين النهائيه عايزها اشوفها بكام. فهاجي اقول له يبقى عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 د ف جيم فيه آسف، يبقى عين تربيع بتساوي 10 الكل تربيع ناقص 4.9 من 10 في 2 في فيه ب 10، ونحسب الحساب بتاع الكلام دوت، وناخد كمان جذره. يبقى 100 ناقص 4.9 من 10 ناقص 98 بقى. في 20، فهيطلع بعد الجذر عين هتساوي جذر جذر 2. 2، وبالتالي جذر 2 طبعا متر لكل ايه؟ ثانية. واضح الإجابة طبعا هتبقى ب، لأن أ ب2، ب بجذر 2، ج. نشوف بقى الإجابة. الإجابة هنا هتبقى ب، وبنسود على الب. احنا عندنا المسألة بتقول قذف جسم من قاعدة مستوى أملس يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 وطوله بيساوي 10 أمتار بسرعة 10 متر، فإن سرعة الجسم لحظة وصوله إلى قمة المستوى تساوي كام متر لكل ثانية؟ فاحنا طلعناها طلعت بجذر كام؟ بجذر 2. نشوف سؤال تاني كده. هنا بقى بيقول لي سقط جسم كتلته 3 كيلو جرام من ارتفاع 10 أمتار نحو أرض رملية فغاص فيها مسافة 5 سنتيمتر. احسب بثقل الكيلو جرام مقاومة الرمل للجسم مقاومة فرد. من الرمل احنا للجسم حلينا فرد المسألة دي قوته. بأكتر من طريقة يا مستر. يعني واضح انا ممكن اقول ان الشغل المبذول من وزن الجسم بيساوي شغل المقاومة. يبقى ممكن اقول ان كاف د في ف زائد ف شرطة بيساوي هنا ناقص م في ف شرطة. وممكن نحلها حل ونحلها عادي حل خالص. عادي، يعني ممكن نحلها في سطر وممكن نحلها حل عادي. ايه رأي حضرتك نحلها ازاي؟ نحل الحلين. نحل الحلين. الحل الاولاني ان انا عندي ارتفاع 10 متر وعندي كتلة هنا 3 كيلو جرام، عايز اجيب سرعتها عند سطح الارض قبل ما توصل للقاعدة الرملية اللي هو هتسكن فيها هنا، ومشيت فيها مسافة 5 سنتي. فبقول له يبقى عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 د ف، وطبعا هو سقط يعني من سكون، يبقى عين تربيع بتساوي 2 في 9.8 من 10 في 10،
يبقى عين تربيع هتساوي 196. 196، يبقى عين بس بتساوي 14 متر لكل سنة. هتخش هنا، تعالى بقى نشوف جوه هنا في ايه. جوه هنا في الوزن كاف دال والمقاومة ميم والمسافة 5 سنتيمتر. والمسافة 5 سنتي. فانا هحضر العجلة الاول، انا عندي عين النهائية بصفر، عندي عين النهائية اللي كانت هنا بقت عين ابتدائية بقت 14، عندي المسافة بالسنتي هحولها بالمتر، فهقول له عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم ف. خلي بالك لو هنا تبقى بالدال، هنا تبقى بالجيم. عين تربيع بصفر، عين صفر تربيع ب 14 الكل تربيع ناقص نقول زائد الاول 2 في جيم مش عارفها في 5 من 100، ونقول له يبقى جيم تساوي، هودي ال 14 الكل تربيع دي الناحية التانية بتساوي 2 في 5 من 100 جيم، وهقول له يبقى جيم بتساوي سالب 14 الكل تربيع على 2 في 5 من 100. الجيم هنا في الحالة دي هتطلع كام؟ 14 تربيع 196 98 98 على 120 2 في 5 من 100 هتطلع ب 1000 ب 1000 1960 1960 بس بالسالب. اه طبعا العجلة طلعت ب 1960. تعالى نعمل متر على معادلة الثانية الحركة، تربيع. متر على الثانية تربيع. نعمل معادلة الحركة، فبنيجي نقول له انه كاف في جيم بتساوي كاف دال ناقص ميم، وهو عايز المقاومة. كاف احنا عندنا الكتلة 3 كيلو 3 كيلو جرام والجيم 1960 بس متر بالناقص، الفردة. ها؟ والكتلة وهنا كاف ب 3 في 9.8 ناقص ميم اللي هي المقاومة. اودي ميم الناحية دي وادخل العدد ده جوه، فهتبقى ميم بتساوي 1960 في 3 زائد 3 في 9.8 على 9.8 بالمرة. على 9.8 بالمرة، ونقدر نجيب المقاومة في الحالات دي. المقاومة هتطلع ب 201 ثقل كيلو جرام. ده الحل الطويل، نشوف الحل القصير بقى. الحل القصير بقى ان احنا نتكلم بمبدأ الشغل والايه والطاقة. بس احنا هنبدأ بمبدأ الشغل والطاقة من تحت، يعني او ممكن اكتب ان كاب دال في فيه زائد فيه شرطة بتساوي ناقص مين في فيه شرطة. تمام. يعني ممكن هنبدأ نقول له كاف دال في ف ناقص ف زائد ف شرطة زائد ف شرطة بتساوي ناقص ميم في ف شرطة. ناقص ميم في ف شرطة، ده مركبة الشغل بتاع الوزن فقط لا غير. طيب الف الأولانية اللي هي كانت كام؟ 10 أمتار، اللي هي 10 أمتار. الف التانية كام خمسة بقى؟ من 5 مية. من 100، وهنا كاف د اللي هي طاقة الوضع للاتنين. كاف 3 في 9.8، هنا 10 زائد 5 من 100 بتساوي سالب ميم مش عارفها في ف اللي هي 5 من 100. 5 من 100، بطلع ميم هنا واقول له بتطلع يبقى ميم هتساوي 3 في 9.8 في 10 زائد 5 من 100 على 5 من 100، وتحسبها وتطلع تطلع نفس نفس النتيجة الناتج وفي سطوة. الناحية التانية. ماشي كده. طيب هناخد فاصل قصير يا استاذ خالد، نكمل. اتفضل. اعزائي الطلبة فاصل قصير ونرجع نستكمل مع استاذ خالد. نظام ورقة الامتحان، الافكار كلها بنراجع المنهج كله في افكار المسائل بتاعتنا، ركز في المسائل دي وحاول تحلها مرة تانية، ولو قابلتك اي مشكلة احنا تحت امرك. الى اللقاء بعد الفاصل. أعزائي الطلبة رجعنا تاني مع بعض نستكمل مراجعة الديناميكا. بنقول الأفكار بتاعت مسائل الامتحانات هتكون بالوضع ده، وممكن تكون بعض المسائل من اللي احنا بنعرضها دلوقتي مع تغيير بسيط في الأرقام. نرحب بالأستاذ خالد مرة تانية ونقول له أهلا بك يا أستاذ خالد. أهلا وسهلا. هنستكمل بقى ونشوف السؤال نستكمل اللي جاي يا المسائل. أستاذ نشوف خالد كده. مسألة رقم 16. بيقول لي هنا وضع جسم كتلته 10 كيلو جرام على مستوى أملس يميل على الأفق بزاوية يجبها 3 أخماس. جبها 3 أخماس. وأثرت على الجسم قوة مقدارها 8 ثقل كيلو جرام في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى الأعلى. أوجد مقدار عجلة العجلة ورد فعل المستوى على الجسم. مسألة بسيطة وحلوة وسهلة، نرسمها الأول ونفكر فيها. طب يبقى نرسم المسألة الأول كده. ادي المستوى المائل، في عندي زاوية هنا سيتا مثلا، وهو قال لي انه جا سيتا بثلاث اخماس بثلاث اخماس الجا بتاعتها، يبقى هنا ايه 4. لو حبينا نجيب الجا او الجتا او الحاجة، يبقى المثلث الكتلة اللي عندي 10 كيلو جرام على مستوى املس، يعني ما فيش مقاومة، يميل على الافقي بزاوية جيبها ثلاث ثلاث اخماس. اخماس واثرت على واثرت الجسم على قوة الجسم مقدارها قوة 8 مقدارها كيلو جرام.
يبقى لا انا أعلى. عندي مركبتين بس، مركبة الوزن والقوة. انا عندي القوة هنا وهنا مركبة الوزن اللي هي كاف دال جاه، وطبعا هو طاء صاعد لاعلى. فعايز العجلة ورد فعل المستوى، رد فعل المستوى هيبقى ر بتساوي كاف كيف دال دال جتا هي. جتاه. نبدأ نتكلم الأول في العجلة، فهنتكلم في معادلة الحركة، فنيجي نقول له يبقى كاف في جيم بتساوي قاف ناقص كاف دال جاه. خلي بالك هو أملس، فما فيش مقاومة وما فيش احتكاك. كاف عندي ب10، جيم مطلوبة، قاف هو مدهاني بيساوي 8 في في تسعة تسعة وثمانية وثمانية من من عشرة عشرة ناقص كاف تاني ب10 في دال تسعة تسعة وثمانية من وثمانية من عشرة عشرة في جاهه بتلاتة على خمسة. ماشي. أقول له يبقى جيم بتساوي 8 في تسعة وثمانية من عشرة ناقص 10 في تسعة وثمانية من عشرة في تلاتة على خمسة على 10. بعد حساب الكلام ده كله هتطلع ب49 على 25 متر على الثانية تربيع. تربية نحب نعيد الكلام ده تاني بالراحة كده، المستوى أملس يبقى خالي من المقاومة وخالي من الاحتكاك، الجسم صاعد لأعلى يبقى الحركة هتتقال قاف الأول ناقص كاف دال جهة، وبعدين بتساوي كاف جيم، أقل الزاوية عندي جيبها 3 على 5، رسمنا المثلث وعملنا المثلث هنا الجيب يعني مقابل على وتر ب3 و5 والمجاور يبقى 4. عايز كمان رد الفعل، فبقول له رد الفعل بيساوي كاف دال جتا ه، كاف ب10 ودال بتسعة وثمانية من عشرة وجتا وجتا ه بأربعة بأربعة على تخماس. خمسة. ولو قسمناهم كمان على تسعة وثمانية من عشرة يبقى الناتج هيطلع 8 ثقل كيلو جرام. مسألة ظريفة وسهلة. نشوف سؤال تاني كده. اتفضل يا فندم. هنا مديني رسمة، هنبص على الرسمة دي ونركز مع بعض في الرسمة بتاعتي. بتقول ايه؟ بيقول لي في الشكل المقابل إذا بدأت المجموعة الحركة من السكون. المسألة دي بتيجي في كتير في الامتحانات. كتير. يبقى إذا بدأت المجموعة الحركة من سكون عندما كان الجسمان في مستوى أفقي واحد، ايوه. فإن مقدار الشد في الخيط بالنيوتن بيساوي يا إما 240 ولا 480 ولا 200 ولا 1200 على 49. لكن خلي بالك يديني هنا كتلتين، واحدة 25 جرام كيلو جرام. واحدة كيلو جرام، واحدة 24 كيلو جرام. طيب يبقى نبدأ نعمل معادلات الحركة بتاعت نرسم كل المسألة ونحط معادلات الحركة نرسم بتاعتها. المسألة تاني بره الحكاية اهو، تاني اهو بنرسم المسألة ونقول له ادي البقرة وادي الخيطين اللي معايا اهم، وادي الكتلتين اللي معايا برضو، ادي كتلة هنا 25 وادي كتلة تاني 24، دي 25 كيلو جرام ودي 24 كيلو جرام، وهنا طبعا في شد وهنا في شد وهنا البكرة كده. وتعالى بقى نعمل معادلات الحركة اللي احنا متعودين عليها، نمسك واحدة واحدة. طبعا الكبيرة هي اللي هتقود السفينة، يعني الكبيرة هي اللي هتمشي الأول كده والتانية هتصعد لفوق كده، ال25 أكبر من ال24 فاحنا هنمشي لتحت كده والتانية هتطلع لفوق. طيب انت هتمشي لتحت هيبقى 25 دال ناقص شين هتساوي 25 جيم، ودي المعادلة رقم واحد. 25 دال اللي هي الوزن، 25 دال ناقص شين الشد بيساوي 25 جيم. ناخد المعادلة التانية وهي صاعدة، فهيبقى شين الأول ناقص 24 دال بتساوي 24 جيم، وانت صاعد بتقول شين الأول ناقص الوزن، وبالتالي لو سميت المعادلة دي 2 وقلت له بالجمع الشين هتروح مع الشين وتطرح بقى 25 دال من 24 دال تطلع لك دال واحدة، وهنا 25 و24 يبقوا 49 جيم. يبقى اذا جيم اللي هي بتساوي العجلة 2 من 10 متر بتساوي على الثانية تربيع. على 9.8 من 10 هتطلع ب2 من 10 متر على الثانية تربيع. كده احنا جبنا العجلة، هو عايز الشد، أعوض المعادلة الثانية يبقى أسهل. عوض في المعادلة التانية. لو هو عايز الشد هقول له يبقى شين هتساوي 24 مشترك بقى كده. 24 مشترك دال زائد جيم، دال بتسعة وثمانية 9.8 من من عشرة 10 وجيم باتنين من عشرة يبقى يبقوا 10 عشرة، في يبقى 24 24 في عشرة 240. 240 نيوتن. يبقى هنا فعلا الإجابة بتاعتي، طبعا الإجابات اللي كانت دهاني 240 480 الإجابات اللي هو مدهاني أهو تاني أهو بنوريها للطلبة. و200 و1200 على 49، فواضح الإجابة بتاعتي ألف. يبقى بسود الدايرة ألف بعد ما بالقلم حسبنا طبعا ما الرصاص. بنختارش كده والسلام، احنا بنحسب الاول وطلعنا المسألة ورسمناها وطلعنا الشين ب 240 نيوتن وبعدين اخترنا الاختيار بتاعنا. نشوف مسألة كمان يا نشوف استاذ. مسألة كمان. نظبط بس الورق.
نشوف مع بعض السؤال اتفضل. الثاني. السؤال الثاني بيقول لي: إذا كانت قدرة آلة بالحصان في أي لحظة زمنية نون بتساوي 3 نون ناقص 1 على 10 نون تربيع، حيث نون الزمن بالثانية ونون بتنتمي للفترة المغلقة 0 و30، فإن أقصى قدرة للآلة تساوي نقط حصان. تمام. هل 22.5؟ هل 294؟ هل طبعا 30؟ كل ده بالحصان. هل 20؟ طبعا الإجابة كلها بالحصان. يبقى إذا هراعي وأنا بحل، يبقى هنا القدرة عشان أعرف الحصان يبقى ثقل كيلو جرام في متر على الثانية. تمام. مضروب في 75. احنا هنا بنقول، افكرك بقى بحاجه في التفاضل. لما نحب نجيب اقصى حاجه بنعتبرها كداله وبنبحث اشارتها علشان نجيب اقصى قيمه ليها. فانا هعتبر القدره دي اسمها صاد، بتساوي 3 نون ناقص 1 على 10 نون تربيع. انا عايز اقصى حاجه للصاد دي، فهفضلها وثواب الصفر وهشوف هل هي قيمة عظمى او قيمة ايه صغرى. فهقول له يبقى ص شرطة بتساوي 3 ناقص 2 على 10 نون وثواب الصفر. يبقى لما اساويها بالصفر هقول له يبقى 3 ناقص 2 على 10 نون بتساوي صفر، وودي ال 2 على 10 دي الناحية التانية، يبقى ال 3 بتساوي 2 على 10 نون، يبقى اذا نون هتساوي 15. طيب تعالى بقى ارسم ال 15 دي. ال 15 اهي الداله اللي هي ص شرطه داله النون فيها سالبه، يبقى هنا ده سالب وهنا ده ايه؟ موجب. سالب بعديها موجب، يبقى دي قيمه ايه؟ عظمى. يبقى فعلا القدره قيمه عظمى عند نون تساوي 15. تعالى بقى نعوض، هنقول له كده اقصى قيمه للقدره عند نون تساوي 15. ده شغل بقى ايه؟ تفاضل وقيم عظمى وصغرى. انا فرضت ان القدره دي اسمها صاد، وجبت لها صاد شرطه وساويتها بالصفر وعملت لها بحث لاشاره الداله علشان اشوف القيمه اللي عندي دي قيمه صغرى ولا قيمه عظمى. وممكن كنت فضلت تاني، ولو فضلت تاني المشتقه الثانيه واعوض، المشتقه الثانيه واعوض هتطلع بالايه؟ بالسالب. بالسالب يبقى ايه؟ في الحاله ديت يبقى انا عندي القدره اهي بتساوي 3 نون ناقص 1 على 10 نون تربيع. نعوض بقى ب 15، يبقى 3 في 15 ناقص 1 على 10 في 15 تربيع. يبقى نحسب بقى بالآلة كده، فهتطلع في الآخر 22.5. 3 في 15 45. 45 ناقص 22.5 بتديني 15 تربيع على ما هي 45 ناقص 22.5 ب 22.5. هتطلع ب 22.5 حصان. يبقى الاجابه بتاعتي طبعا بس هي الحته دي مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. اقصى قدره للاله هي لابد ان انا اعرف ازاي جت منين اقصى قدره للاله. فانا بسوي القدره دي بداله اسمها صاد، وبعدين بفاضلها، وبعدين بساويها بالصفر علشان اطلع قيمه القدره وهي بتساوي صفر امتى، وبعدين بشوفها هل هي اقصى قيمه ولا قيمه عظمى ولا قيمه صغرى، وابدا اعوض في المساله. يبقى الإجابة بتاعتي ألف، لأن ألف هي 22.5. الإجابة هنا ألف ب 22.5 حصان ولا 294 حصان ولا 30 حصان ولا 20 حصان. يبقى الإجابة بتاعتي ألف. برضه نشوف سؤال تاني كده ونشوف بيقول إيه السؤال ده. اتفضل. بيقول لي: إذا كان مقدار دفع قوة قاف على جسم لمدة 10 أس سالب 4 ثانية يساوي 10 نيوتن في الثانية. ده الدفع. إذا كان الدفع كده. فالقوة تبقى كام؟ فهنا طلب مني القوة بتساوي ايه؟ اذا كان مقدار دفع قوة كده ولمدة كده، فمقدار القوة تبقى كام؟ فتعالى نجيب بقى نقول له ايه؟ الدفع بيساوي قاف في نون. الدفع بيساوي 10 نيوتن. طيب القاف مش عارفها، والنون 10 اس سالب 4. طيب لو يعني ممكن نقول له 10 بتساوي قاف في 1 على 10 اس 4. وبالضرب هناك هيبقى 10 في 10 اس 4 بتساوي قاف. يبقى قاف بتساوي 10 اس 4. يبقى اذا قاف هتساوي 10 اس 5 نيوتن. طبعا هنا الاجابات اللي عندي كانت الاجابات بقى نشوفها. 10 اس 3 داين ولا 10 اس 5 داين ولا 10 اس 3 نيوتن ولا 10 اس 5 نيوتن؟ فواضح انها بالنيوتن. لان هو مديني هنا ان الايه؟ الدفع بيساوي نيوتن في ثانيه. تمام. يبقى هنا لو كتبت لي هنا الدفع داين في الثانيه كانت تفرق. الاجابه ما انا عندي 10 اس 5 برضه. انا عندي هنا 10 اس 5. عشان نخلي بالي الطالب يخلي بالي. ما هو هنا طب واحد يجي يقول لك اجابتين زي بعض، نقول له لا دي داين ودي نيوتن. نشوف سؤال تاني. نشوف سؤال تاني.
بيقول لي علق جثمان كتلتهما كف واحد وكف اثنين، حيث كف واحد اكبر من كف اثنين في طرفي خيط يمر على بكره ملساء، فاذا كانت المجموعه تتحرك بعجله 196 سنتي متر على الثانيه تربيع، طلب مني اجيب قيمه كف واحد وكف الى اثنين كف اثنين. النسبه بينهم. يعني عايز النسبه بين كف واحد والى كف اثنين. نرسم برضو الرسمه تاني يا مستر. طبعا هنا من كف واحد اكبر من كف اثنين. يعني علشان يحدد لي اتجاه الحركه فين. انا عندي هنا كاف واحد وعندي هنا كاف اتنين، دي كاف واحد ودي كاف اتنين، وهنا طبعا في شد، وطبعا كاف واحد اكبر، فهمشي بالحركة كده الاول، ودي هتصعد كده لفوق، لانه كاف واحد هنا اكبر من اكبر كاف من اتنين. كاف اتنين، فالاكبر هو اللي بيتحرك في اتجاه الحركة. طب نبدأ بقى نحط المعادلات بتاعتنا وهو مديني العجلة. خلي بالك هيبقى نقول له كاف واحد د ناقص شين، ده الشد، بيساوي كاف واحد في جيم، وبعدين اقول له الحركه الثانيه هقول له يبقى ش ناقص كاف 2 د بتساوي كاف 2 في ج، ودي بالجمع. المعادله واحد ودي المعادله 2، وبالجمع هيبقى كاف واحد ناقص كاف 2 في د، د هنا ب 980 لانه الكتل بالجرام والعجله بالسنتي، هو بتساوي كاف واحد زائد كاف 2 في ب 196 196 سنتي. مع الاختصار دي مع دي فيها هيطلع الخمسة. الناتج فيها الخمسه، واقول له 5 في كاف واحد، 5 في واحد ناقص 5 كاف 2 بتساوي كاف واحد زائد كاف 2، وودي كاف واحد مع بعضه وكاف 2 مع بعضه، يبقى 5 كاف واحد ناقص كاف واحد بتساوي 6 كاف 2، الخمسه راحت الناحيه الثانيه، وبالجمع يبقى 4 كف يبقى 1 أربعة كاف واحد بتساوي ستة كاف اتنين، يبقى يبقى إذن كاف واحد إلى كاف اتنين 3 إلى 2. هتساوي تلاتة إلى اتنين، يبقى النسبة بين كاف واحد إلى كاف اتنين كنسبة تلاتة إلى اتنين. نقطة مهمة جدا. ماشي، نشوف سؤال تاني كده. اتفضل يا فندم. بيقول لي وضع جسم كتلته 500 جرام على نضد أفقي خشن، معامل الاحتكاك الحركي بينهما 3 أخماس. ووصل بخيط يمر على بكره ملساء عند حافه النضد، ويحمل في طرفه الاخر جسما كتلته 480 جرام. تمام. اوجد مقدار عجله المجموعه ومقدار الضغط على البكره. تمام. طلب هنا العجله ومقدار الضغط. تمام. الضغط في الحاله دي ليه قانون بحافظين. نرسم الرسمه الاول. نرسم الرسمه الاول. الجسم اللي موضوع هنا 500 جرام اتعمل على بكره هنا كده، وتدلى منه جسم تاني هنا كده 480 جرام. خلي بالك الجسم خشن، ففي هنا احتكاك، يبقى هنا في ميم كاف في ره، وره نفسها كاف دال، ادي هنا ره وهنا كاف في دال، طبعا هنا في شد وهنا في ايه شد. ده الرسمه اللي المفروض ان احنا ناخد بالنا منها. انا عندي جسم موضوع على نضد افقي خشن، وعندي بكره وتدلى منها جسم ب 400 جرام، واحنا بقى عايزين نجيب عجله المجموعه. يلا نجيب بقى المعادلات واحده واحده كده، نبدا معادلات ال 480. طبعا الجسم هينزل مش هيطلع، الجسم هينزل، الجسم هيتحرك كده الاول، يعني هيمشي كده. اي كتله موضوعه هنا سواء كانت اقل او اكتر من كتله الموضوعه هي اللي هتخلي الجسم ينزل لتحت، فبقول له يبقى 400 د 400 د ناقص ش بتساوي 480 جيم، بتساوي 480 جيم، ودي المعادله رقم واحد. والمعادله الثانيه بقى انت عندك هنا ش، هيبقى نقول له ش ناقص ميم كاف، بتديني الميم كاف بتاعتها 3 اخماس في كاف د اللي هي 500 د بتساوي 500 جيم. بالجمع. بالجمع الشين هتروح مع الشين، ويبقى 480 د ناقص 3 على 5 في 500 د هتساوي 980 جيم. طيب يبقى هنا عندي على الخمسة فيها الواحد، على الخمسة فيها المية، يبقى 180 بقى، يبقى 300 من 480 يبقوا كام؟ 180. 180 في 980 بتساوي 980 جيم. الدال ب 980، يبقى راحت دي مع دي، الدال ب 980، يبقى الجيم هتطلع ب 180 سنتيمتر لكل ثانية تربيع. كده جبنا عجلة المجموعة، جبنا عجلة المجموعة، وخلي بالك على محور البقرة عبارة عن جذر 2 ش، لأنهم متعامدين، لأنهم متعامدين، نجيب ش الأول وبعدين نجيب الحكاية. طب ما أنا عندي أسهل. نعوض في واحد اللي هي كانت بتقول إن 480 د ناقص ش بتساوي 480 ج، أودي الشين اليمادي وأدخل ال 480 ج من الناحية التانية، هتبقى 480 د
ناقص 480 جيم بتساوي شين. ناخد 480 ناخد مشترك 480 عامل مشترك، يبقى 980 ناقص 180 نحسب بس بالراحة كده على ماشي. مهلنا، يبقى هناخد 480 عامل مشترك هيبقى لي 980 ناقص 180 بتساوي شين. يبقى ال 480 اهي، وهنا ال 80 هتروح، يبقى فيه 800 ماشي، بتساوي شين. ده هنا كده بالايه بالضاين، بالضين نقسم على يبقى 980 980، نقسم على 980 عشان تبقى بالصقل، ونقول له 800 في 480 على 980، فهتطلع ب 192 ألف على 49، أو ممكن نقول له دي بتساوي 391.8 صقل كيلو، كيلو صقل جرام. جرام. هو عايز الضغط بقى، يبقى الضغط بيساوي هضرب في جذر 2، اه الضغط هيساوي 391.8 جذر 2 صقل جرام. ما سيبها كده كويس، ونسيبها كده. اه نشوف سؤال تاني كده، نشوف سؤال تاني. احنا وصلنا للسؤال رقم 22. 22 اتفضل يا فندم. بيقول لي اذا اثرت قوه مقدارها 90 نيوتن على جسم كتلته 10 كيلو جرام لمده 5 ثواني، فإن مقدار التغير في سرعة الجسم في نفس اتجاه القوة بيساوي نقط متر على الثانية، هل هو 45؟ هل هو 50؟ هل هو 90؟ هل هو 120؟ ده برضه نفس فكرة برضه نفس فكرة الدفع، بس هنا عايز التغير في سرعة الجسم. فإحنا هنقول له قاف في نون بتساوي كاف في عين ناقص، بس هو هنا قايل حته حلوه قوي، قال انه في نفس اتجاه سرعه القوه، يعني الاثنين في اتجاه واحد، السرعتين يعني مش اتجاه. هنجمع. ايوه وبالتالي هيبقى الحكايه كده، انه قاف في نون بتساوي قاف في نون بتساوي كاف في عين ناقص عين صفر. قاف ب90 نيوتن، في نون 5 ثواني، الكتله 10، والعين ناقص عين صفر هسيبها زي ما هي كده، هقول له بالقسم على 10، فهيبقى عين ناقص عين صفر بتساوي 45 هو عايز متر التغير في لكل السرعه. ثانية. هو عايز التغير في السرعة. يعني هنا واضح على طول هاي النقطة. نقرأ المسألة تاني عشان الطالب يبقى متخيل احنا بنجاوب ايه. هو بيقول له اذا اثرت قوة مقدارها 90 نيوتن على جسم كتلته 10 كيلو جرام لمدة 5 ثواني، فان مقدار التغير في سرعة الجسم في نفس اتجاه الحركة، عايز مقدار التغير في سرعة الجسم، يعني عايز يطرح السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية، واحنا عملنا كده وقلنا له قاف في نون بتساوي كاف في عين ناقص عين صفر، وشطبنا الكاف علشان انا عايز العين ناقص عين صفر، فطلعنا عين ناقص عين صفر اللي هو التغير في السرعه بيساوي 45 متر لكل ايه؟ ثانيه. طبعا واضح الاجابات كان 45 50 90 120، واضح الاجابه بتاعتي الف، يبقى بسود الدايره الف بالقلم. الاجابات عندي 45، احنا هنسود الدايره هنا الف، وب ب 50، وج ب 90، و120، طبعا دول مش كده وخلاص، ده هو كاتب لك هنا متر للثانيه، يعني هو مش سايب التمييز ولا حاجه، ده هي 45 متر للثانية، 50 متر لكل ثانية، 90 متر لكل ثانية، وهكذا. المسألة اللي بعديها نشوف بعد كده، بيقول لي إذا أثرت قوة متغيرة، خلي بالك قوة متغيرة قاف مقيسة بالنيوتن على جسم حيث قاف بتساوي 3 ف تربيع ناقص 4، فإن الشغل المبذول في الفترة من ف بتساوي 2 متر إلى ف بتساوي 5 أمتار بيساوي كام جول؟ تمام. طبعا احنا عرفنا ان الشغل عبارة عن تكامل القاف بالنسبة للإزاحة، يعني بالنسبة للدالة فيه، فاحنا هنكتب الكلام دوت، طالما قال لي القوة متغيرة يبقى اقول له الشغل بيساوي تكامل من 2 لـ 5 لقاف دالة فيه، وبالتالي هيبقى الشغل بيساوي برضو تكامل من 2 لـ 5، نكتب بقى 2 3 ف تربيع ناقص 4 دالة فيه، نكامل بقى، يبقى الشغل هيساوي من 2 لـ 5، التلاتة هتبقى 3 ف تكعيب على 3 ناقص 4 ف، وطبعا التلاتة هتروح مع التلاتة، ونعوض مرة بالخمسة ناقص نعوض مرة بالاتنين، اعوض بالخمسة تبقى 125، واربعة في خمسة ب20، وعوض بالاتنين هتبقى 8 ناقص 4 × 2 = 8، يعني ده كده بصفر، 125 شيل منهم 20 هتطلع ب105 جول، ب105 جول. طب نشوف الاجوبه اللي مدهاني، كان اتفضل. مديني ا ب 125، ب ب 105، ج 28، د بصفر، واضح الاجابه بتاعتي ب، بسود الدايره ب بالقلم رصاص. نشوف السؤال رقم 24. طبعا بيقول لي هنا شاحنه كتلتها 6 طن
تتحرك على طريق أفقي بسرعة منتظمة مقدارها 54 كيلومتر كل ساعة، عندما تكون قدرة محركها 30 حصان. يبقى إذا السرعة 54 كيلومتر كل ساعة ما تكون القدرة 30 حصان. بس السرعة منتظمة، ما أقصى يعني سرعة وسرعة تساوي مين؟ منتظمة. يبقى هنا عايزين نحسب مقاومة الطريق لكل طن من الكتلة مقدرا بثقل الكيلوجرام. نبدأ نقسم المسألة واحدة واحدة كده، نقول له أولا الكتلة 6 طن، وأنا هسيبها 6 طن لأن أنا عايز المقاومة لكل طن، فمش محتاج بالكتلة في حاجة. اللي السرعة بتساوي 54 في 5 على 18، هتطلع في 15 متر لكل ثانية. القدرة بتساوي 30 حصان، يعني 30 في 75 ثقل كيلو جرام. ثقل كيلو جرام في متر على الثانية. في متر على الثانية. تمام. أنا عايز بما إن الجسم بيسير بسرعة منتظمة، يبقى قاف اللي هجيبها من القدرة بتساوي ميم اللي أنت عايزها. يبقى أنا هقول له كده القدرة بتساوي قاف في عين. القدرة بتساوي 30 في 75 وقاف أنا مش عارفها وعين ب 15. هنقول له على ال 15 في الواحد على ال 15 خمسة. في الخمسة، يبقى القدرة هتساوي 150 ثقل كيلو جرام. طب يبقى معنى كده إن المقاومة هتساوي 150 برضه، يبقى المقاومة كده هتساوي 150 ثقل كيلو جرام، بس أنا عايزها مقاومة لكل طن. مقاومة لكل طن، يبقى يبقى أقول له بقسم 150 على على ستة. ستة. يبقى هنقسمها بقى، نقول له ادي ال 10 في ال 15 يبقى والاثنين في ال 3 25 على الاثنين في الواحد على الاثنين في الخمسه على الثلاثه في الواحد على الثلاثه في الخمسه، هتطلع 25 ثقل كيلو جرام لكل ثقل طن. كيلو جرام لكل طن. في الحاله ديت احنا جبنا المقاومه، وجبنا المقاومه لكل طن. مساله برضو جميله. يبقى في حته مهمه جدا، يبقى الحصان عباره عن الحصان بيساوي 75 ثقل كيلو جرام في متر على الثانيه. يبقى خلي بالك ان القوه تبقى بثقل كيلو جرام والسرعه بالمتر على الثانيه. تمام، دي نقطه مهمه. نشوف سؤال تاني. اذا تحرك جسيم في خط مستقيم وكانت معادله حركته س بتساوي ظ ن، ايوه، فان عجله الحركه ج بتساوي نقط. مساله جميله جدا المساله هل دي. بتساوي ق تربيع س، ولا بتساوي 2 ق ن، ولا بتساوي ع س، ولا بتساوي 2 ع س؟ احنا بدانا في الاول حلقه قلنا لو بدانا بالازاحه يبقى همشي كلها تفاضلات، يعني لو اداني س او اداني ف يبقى افاضل اجيب السرعه، يبقى افاضل اجيب العجله. لكن لو بدا بالعجله يبقى ابدا بقى اكامل اجيب السرعه واكامل اجيب الايه. يبقى خلي بالك من السلم اللي احنا طالعينه ونازلينه ده، لو مديني بالازاحه يبقى هنزل بالتفاضل، لو مديني بدا بالعجله يبقى هطلع بالتكامل. هنا مديني س وهو عايز العجله، يبقى اقول له س اهي بتساوي ظ ن. طب انا عايز السرعه اللي هي د س على د ن، تفاضل الظ بقا تربيع ن. طيب انا عايز العجله، يبقى انا عايز اكتب القا تربيع دي كده قانون الكل تربيع. طيب عايزين بقى العجله اللي هي عباره عن د عين على د ن، هنقول له ايه بقى؟ الاثنين تنزل قانون اس واحد في تفاضل القا، تفاضل القا بقانون ظ ن. يعني العجله عباره عن 2 قا تربيع ن ظ ن. طيب خلي بالك انا جبت قا تربيع دي اللي هي كانت السرعه، وجبت الظا نون اللي هي السين، اقدر اقول لك العجله عباره عن 2 عين في سين. طب هل الاختيار ده موجود ولا مش موجود؟ الاجابه هي دال. الاجابه دال. هو قال لي الف بقا تربيع سين، قال لي ب2 قانون، قال لي بعين في سين، قال لي ب2 عين سين. انا مشيت واحده واحده وفي الاخر قلت له انا جبت قا تربيع عين دي اللي هي العين، اشيلها واحط مكانها عين. انا جبت ظ ن اللي هي السين اللي انت مديهاني في المساله، قلت له يبقى العجله بتاعتي اسمها 2 عين في سين، 2 عين في سين دي كانت الاجابه دال. طب في نقطه مهمه هنفكرهم بحته الاشتقاق. يبقى هنا واضح مشتقه الظا بتديني قا تربيع. مشتقة القا تربيع، أول حاجة بشتق الأس وبعدين بشتق القا. مشتقة القا تربيع ب2 قا س، في مشتقة القا قا س ظ س. زي كأنها مهمة جدا. بالنسبة للتفاضل. يبقى إذا الديناميكا معتمدة اعتماد كلي على عملية الاشتقاق. ومعتمدة على التفاضل وعلى التكامل. نقطة مهمة جدا. ماشي. نشوف سؤال تاني. بيقول لي إذا كانت عين بتساوي 3 ن ناقص 2،
عين بتساوي 3 نون ناقص 2، اه فإن الإزاحة فيه خلال الفترة الزمنية 0 و2 بتساوي هنا وحدة طول. اه هل وحدة طول؟ هل 2 وحدة طول؟ هل 3 وحدة طول؟ هل 4 وحدة او طول؟ خلي بالك هنا بيكلمني عن الازاحه مش المسافه. برضو بقول تاني، الازاحه يبقى هاخد الفتره من اولها لاخرها من صفر لاتنين وكامل، انما المسافه يبقى لابد ان انا اعرف متى تتغير الحركه. تتغير حركه عندما عين بتساوي صفر، فاجيب السرعه واساويها بالصفر، وبعد كده بعمل بحث لاشاره الداله للعين علشان اشوفها هي موجبه ولا سالبه، واذا كانت كده يبقى بناخد المقياس لكل فتره، اخد مجموع المسافات، المسافه هاخد مجموع الايه المسافات اللي احنا عندنا. انما هو هنا طالب الازاحه، فهاجي اقول له الازاحه فيه بتساوي تكامل من صفر لاتنين لتلاته نون ناقص اتنين. وبالنسبه للزمن يبقى الازاحه فيه بتساوي تكامل من صفر لاتنين لتلاته نون تربيع على اتنين ناقص اتنين نون. نعوض بقى باتنين، هتبقى تلاته في اربعه على اتنين ناقص اتنين في اتنين باربعه، ونعوض بصفر هتطلع بصفر. فهنا على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الاثنين، فهتطلع 6 ناقص 4 هتطلع باثنين. طب الاجابات عندك فيها اثنين يا مستر ولا اه ممكن نراجع الاجابه ب تاني اتنين، الكلام؟ لان عندي هنا الالف بواحده واحده، ب اه باتنين واحده، ج بتلاته واحده، د باربعه واحده، يبقى الاجابه بتاعتي ب بسود الدايره اه ديت حضرتك بالقلم تقصد الرصاص. وحده طول يعني، اه اتنين لان وحده هو طول. هنا مديله وحده طول، فيبقى واحد وحده او اثنين وحده او ثلاثه وحده وهكذا. نشوف ماشي. المساله رقم 27. بيقول لي هنا اذا تحركت طائره عموديه، خلي بالك طائره عموديه يعني هنا هليكوبتر، قوه محركها 9.6 ثقل طن رأسيا لأعلى بسرعة منتظمة ضد مقاومات تساوي ربع وزنها، فإن وزن الطائرة يساوي نقط بثقل الطن. هل 9.6؟ هل 7.68؟ هل 8.67؟ هل 82؟ هل 12؟ ثقلتين. تعال نرسم الرسمة ونتخيل الطائرة العمودية. أنا هتخيل الطائرة العمودية هي كده مثلا، وطبعا لها قوة مطور قاف، وطبعا بتتحرك لأعلى، فيبقى هنا في مقاومة وهنا في وزن كاف دال. المقاومة بتساوي ربع الوزن يعني، وطبعا بما إنها بتتحرك بسرعة منتظمة يبقى معنى كده إن القوة بتساوي المقاومة زائد الوزن، يعني قاف هتساوي ربع كاف دال زائد كاف دال. يبقى معنى كده إن قاف هتساوي 5/4 كاف دال. طب نودي هو قايل لي القوة القوة بتساوي 9.6 بالثقل طن، وهو عايز الإجابة بالثقل طن، يبقى خليها زي يبقى ما هي. خليها زي ما هي، في 4/5 بتساوي كاف دال، ونضربهم في بعض علشان الإجابات هنا فرقة بحاجات عشر بسيطة، فهنقول له 9.6 في، أنا طبعا 5/4 خليتها هناك 4/5، تبقى هشيل الدال بقى لان هنا دي بثقل الطن، يبقى دي هتبقى بثقل الطن برضه، هشيل الدال لان هنا هقسم على 9.8 في الطرف الايسر فقط. ايوه، يبقى هنشيل الدال هنا كده، فهتطلع بالظبط كده 7.68، يبقى الوزن هيطلع 7.68. يبقى الإجابة بتاعتي هي ج. الإجابة أنهي واحدة فيهم بقى يا مستر؟ ب، ب. يعني الإجابة الأولى 9.6، الإجابة الثانية هي عبارة عن في 7.68. واحدة قريبة منها جدا 8.67. عكسها له الأرقام، عايز يشوف يعني اللي بيقسم صح واللي بيقسم غلط. تمام. يبقى الإجابة بتاعتي هي عبارة عن ب يبقى احنا هنا مرة 7.68. تانية بنرسم الرسمة، السرعة المنتظمة تتبع قانون الأول لنيوتن، أن كل جسم على يظل على حالته من السكون أو الحركة المنتظمة ما لم تغير عليه قوة تغير من حالته. فاحنا هنا بنقول له قاف، طالما قوة طيارة هليكوبتر أو طيارة عمودية بتتحرك بالموتور بتطلع بيه، والمقاومة بتبقى الأسفل لأن الحركة الأعلى، والوزن برضو بيبقى الأسفل، فإحنا بنقول له هنا قاف هتساوي ربع الوزن زائد الوزن، وطلعناها. نفكرهم بالتعريف القانون الأول نيوتن، بيبقى كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته. ونفكرهم يبقى كمان بالقانون الثاني، يبقى معدل التغير في كمية الحركة بيتناسب مع القوة المحدثة للحركة ويحدث في اتجاهها. القوة المحدثة بستنتج في ان ق الحركة بتساوي ك في ج. طب القانون الثالث الثالث بيقول لي لكل فعل رد رد فعل فعل يساوي له في له في المقدار المقدار ومضاد مضاد له له في في الاتجاه. الاتجاه. تمام. هنشوف سؤال تاني برضه مهم. اتفضل. اذا كانت ع النون بتساوي 2 على باي في جتا 2 نون على باي، وكانت س في باي تربيع، س لباي تربيع داله يعني في باي تربيع بتساوي 1، فان س داله نون بتساوي ايه؟ طبعا هنا مديني 2 على باي في جا 2 نون على باي،
ولا 2 على باي في جا 2 نون على باي ناقص 1، ولا جا 2 نون على باي زائد 1، ولا جا 2 نون على باي ناقص 1؟ نفكرك طبعا برضو، نفكرك انه لو انت اديتني بدأت المسألة بالإزاحة، فانا افاضل اجيب السرعة، افاضل اجيب العجلة. طيب لو انا معايا السرعة هنا وعايز الإزاحة، يبقى انا هطلع لفوق، يبقى اكامل، لانه انت مديني السرعة وعايز السين نون، يبقى انا بد من السرعة ديت اكامل، ولو انت عايز العجلة يبقى افاضل. خلي بالك لو بدأنا بالإزاحة يبقى بفاضل هنا، افاضل اجيب السرعة، افاضل اجيب العجلة. لكن لو بدأنا بالعجلة يبقى هنطلع من هنا كده ده كامل، وبعدين كده نرجع نكامل هنا، يبقى هو هنا مديني الايه، مديني السرعة، وانا عايز وعايز دالة اسمها سين نون، لان هو نفس السرعة اسمها عين نون، يعني عين دالة في الزمن، عايز سين نون، يبقى انا لابد ان انا اكامل. فبقول له ايه بقى؟ أول قبل ما نفكرهم يا أستاذ خالد، أولا بالاشتقاق بتاع الدوال المثلثية، وبعدين نفكرهم بالتكامل. يعني آخد دالة دالة، نكتب دالة على دال نون لجا نون بتساوي كذا، ودالة على دال نون لجتا نون بتساوي إيه، لا، وهكذا. نقول له صاد بتساوي جا سين آه مثلا، جا جا سين يبقى صاد شرطة بتساوي جتا سين. لو صاد بتساوي جتا سين يبقى صاد شرطة بتساوي سالب جا سين. لو صاد بتساوي ظا سين يبقى صاد شرطة بتساوي قا قا تربيع. تربيع سين. لو صاد بتساوي ظا سين يبقى صاد شرطة بتساوي سالب قتا تربيع سين. لو صاد بتساوي قاسين يبقى صاد شرطة بتساوي قاسين ظا زاسين. سين. لو صاد بتساوي قتا سين يبقى صاد شرطة بتساوي سالب قتا سين ظا زاسين. سين. نقطة مهمة، نقطة نكتب بقى مهمة، العكس بقى في تعالى بقى التكامل. امشي بالعكس، تكامل دالة الجتا بإيه؟ بجا. تكامل دالة الجا بسالب جتا، تكامل القا تربيع بظا، بالظبط. تكامل القتا تربيع بسالب زطا، تكامل القا في الظا بقا، تكامل القتا في الزطا بقتا، بس نقطة مهمة بالسالب. جدا ده. يعني احنا لو مشينا من هنا نمشي بقى بالعكس كده، هنمشي بالتكامل. طبعا هنبدأ نشوف مسألتنا بنفس نبدأ الفكرة. نشوف مسألتنا، فهنقول له عين دي اللي هي دالة سين على دالة نون بتساوي 2 على باي جتا 2 نون على باي، وهودي النون دي الناحية التانية، يبقى دالة سين بتساوي 2 على باي جتا 2 نون على باي دالة نون، وهكامل هنا وهكامل هنا، وهقول له تكامل الدالة سين بسين و2 على باي دي بره، وتكامل جتا 2 نون على باي دالة نون، تكامل الجتا بسالب ايه؟ بسالب جا. لا لا، بجا على طول، بيجي يبقى على طول. السين هتساوي 2 على باي جا 2 نون على باي في باي على 2 مقلوب الايه؟ الكسر، المشتقة مع النسبة. زائد ثابت. طبعا الاثنين هتروح مع الاثنين، والباي هتروح مع الباي. هو الراجل بيقول لي انا لو عوضت بالنون بباي على 2 السين هتطلع بواحد، هو بيقول كده، هو بيقول اذا كانت سين جوه هنا باي تربيع يبقى هنا بتساوي كام؟ واحد. يبقى انا هعوض عن النون بباي تربيع والسين بواحد، يبقى هنا احط واحد، وهنا جا 2 باي تربيع على باي زائد ثابت. الباي تربيع هتروح مع الباي كده، ويبقى جا 2 باي، يعني جا 360، بصفر. جا 360 بصفر، يعني كده الثابت بكام؟ بواحد. بواحد. وبالتالي هتبقى المسألة كده، سين بتساوي جا 2 نون على باي زائد واحد. نشوف كده الاختيارات يا مستر. يبقى واضح هنا الإجابة بتاعتي هي جيم، لأن الإجابة ألف كانت عبارة عن 2 باي على جا 2 نون، 2 نون على باي. الب كانت 2 على باي في جا 2 نون على باي ناقص 1. اي غلطه في الاشاره بتضيع السؤال. ايوه، لكن الاجابه ج جا 2 نون على باي زائد اللي هي 1، نفس وهي الاجابه اللي احنا مطلعينها هنا، جا 2 باي، جا 2 نون على باي زائد كام؟ 1. برضه نقولها تاني، معلش الفكره دي تاني نقولها تاني، نحلها كده بهدوء عشان برضه الطلبه في حته احنا رجعنا معاهم التكامل التفاضل والبتاع والتكامل، بيستعجلوا. بنقول له انا هفك العين دال سين على دال نون، ولما افكها دال سين على دال نون اعمل فصل المتغيرات، يعني اودي دال نون الناحيه التانيه واخلي دال سين الناحيه دي، والمره دي مش هكامل تكامل محدود، هكامل تكامل عادي. فهقول له تكامل الدال سين بسين، وهنا ال2 باي هطلعها بره، تكامل الجتا 2 باي على نون بجا
2 باي على النون في مقلوب الكسر بتاعك اللي هو باي على 2 زائد ثابت. الباي هتروح مع الباي والاتنين هتروح مع الاتنين، وبعدين هقول له عندما س بتساوي 1 النون بباي تربيع، يبقى هشيل النون واحط مكانها باي تربيع، التربيع هيروح مع الباي، هيبقى الواحد بيساوي جا 2 باي زائد ثابت. جا 2 باي دي يعني جا 360 بكام؟ بصفر، يبقى الثابت بيساوي كام؟ بس في نقطة هنا يا أستاذ خالد، برضه بعد ما يجري عملية التكامل يرجع يشتق عشان يكون غلط في الإشارة، يعني بعد ما عمل يتأكد إنه عمل الإجابة صح، فما يجي يشتق الجا هتطلع جتا، يعني عندك هنا نقطة مهمة، بعد ما تعمل التكامل يتأكد إن الاشتقاق بتاعه صح. صحيح. احنا هنا وصلنا المساله لغايه فين بقى؟ وصلنا المساله لان س بتساوي جا 2 باي على جا 2 نون على باي زائد 1. طيب زي ما قال الاستاذ ماهر تعالى نتاكد، يعني تعالى نجيب السرعه، فهفاضل فهقول له يبقى عين هتساوي تفاضل الجا بجتا 2 نون على باي في مشتقه في مشتقه الزاويه اللي هي في 2 على باي، يبقى اذا انا زائد صفر، ويبقى العين هتساوي 2 على باي بره اهي في جتا 2 نون على باي اللي هي الدهاني في الاول، وقال لي اذا كانت عين نون بتساوي 2 على باي جتا 2 نون على باي. الاستاذ ماهر عايز يقول لك انت عايزك قبل ما تخرج من اللجنه تكون متاكد من اجابه سليمه 100%، فاحنا خلاص جبنا الاختيار وخلاص جبناها صح وطلعت من ضمن الاختيارات، لكن هو عايز يقول لك ايه؟ طب ما تفاضل كده وهات السرعه، هل هتيجي نفس الحكايه؟ فاحنا فعلا فاضلنا عشان الاجابات كلها متقاربه وعشان الاجابات كلها متقاربه باشاره بعدد بباي باتنين باي وهكذا. هنشوف سؤال تاني كده. نشوف سؤال تاني. بيقول لي هنا تتحرك كرة معدنية صغيرة، تتحرك كرة معدنية صغيرة كتلتها 2 من 10 كيلو جرام. ايوه. في خط مستقيم تحت تأثير قوة وحيدة قاف نيوتن، القوة يعني مقاسة بالنيوتن عند اللحظة الزمنية نون ثانية. وكان القياس الجبري لمتجه الإزاحة فيه بيساوي 3 في جا 2 نون متر، يعني المسافة بالمتر. اوجد معيار القوة عندما نون بتساوي باي على 6. يعني هو هنا مديني الكتله ومديني الازاحه، عايز يجيب العجله ومن خلال العجله اضرب الكتله في العجله اجيب القوه، لانه المساله هنا بيقول لي الازاحه 3 جا 2 نون. اول مره نجيب الازاحه عن طريق الدوالي المثلثيه، كويس ان الاستاذ ماهر خلينا نراجع على الدوالي المثلثيه، فاحنا بنقول له ايه قبل ما اشتغل كده؟ افكرك ان كاف في جيم بتساوي قاف، هو عايز قاف، انا معايا كاف فاضل اجيب جيم، فتعالى معايا بقى ادي فيها هي بتساوي 3 جا 2 نون، اذا بدات بالازاحه فانزل بقى هات السرعه، فاضل وهات السرعه، وفاضل السرعه هات العجله، اذا بدانا بالعجله يبقى نكامل، نكامل نجيب السرعه، نكامل تاني نجيب الازاحه، انا بدات بالازاحه، هقول له يبقى عين هتساوي د ف على د نون تكامل الجا اشتق واشتق الزاويه كمان، فهتبقى 6 جتا 2 نون، تكامل الجتا الجا جتا في تفاضل الزاويه 2، فالاتنين دي ضربتها في الثلاثه هتبقى 6، كده انا جبت السرعه. طب يلا نجيب العجله، العجله ج هتساوي د عين على د نون، برضو هشتق ديت هتبقى سالب جتا 2 نون في تفاضل دي اللي هي بكام؟ ب 2 في 6 ب 12، يعني العجله كلها بسالب 12 جتا 2 نون. هنا مشتقة الجتا هتبقى بسالب جا 2 نون. سالب جا 2 نون. سالب جا 2 نون في اللي هو طبعا 12. ال 12. طبعا يبقى احنا فاضلنا الجا جتا، ومفاضل الجتا بسالب جا 2 نون. طيب نبدا بقى نرجع نحطها هنا تاني بقى. يبقى هنيجي نقول له الكاف في الجيم بتساوي قاف. الكاف ب 2 من 10. كيلو جرام، والعجلة طلعناها بسالب 12 في جا 2 والنون بباي على ايه؟ على 6 يعني 30 بتساوي قاف. هو بيقول لي اذا كانت النون بباي على 6، 2 في 30 ب 60 يبقى 2 من 10 في سالب 12 جا 60 بتساوي قاف. جا 60 بجذر 3 على 2 يبقى 2 من 10 في سالب 12 في جذر 3 على 2 بتساوي قاف.
على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الستة، ستة في 12 بواحد واتنين من عشرة جذر تلاتة قاف. خلي بالك، بالسالب، لكن هو طالب خلي معيار بالك القوة. المعيار، طالب المعيار هنا، فاحنا علشان كده لغينا السالب وخدناها بالموجب، يبقى ماشي قاف هتساوي واحد واتنين من عشرة في جذر كام؟ جذر تلاتة. خلي ماشي بالك هنا بيقول له اوجد معيار معيار قاف، معيار يعني عايزها بالموجب مش عايزها بالايه؟ بالسالب. بالسالب. ماشي. عند نون بتساوي باي على ستة، يعني عند نون بتساوي كام؟ 30. ماشي. أعزائي الطلبة، طبعا بنشكر الأستاذ خالد على المجهود الكبير وعلى المراجعة السريعة. لمينا المنهج بتاع الديناميكا في شوية مسائل، حلينا دلوقتي 29 مسألة، طبعا الامتحان كله 18، وعندك في مسائل اختيار بختار من ايه؟ من الفقرتين فقرة. يبقى كده احنا لمينا وبنعرض المسألة بأكتر من طريقة. طبعا أعزائي الطلبة عايزكم تراجعوا الأسئلة دي تاني وتحلها تاني، واحنا في الحلقات الجاية كلها هتبقى مراجعات وتركيز على أسئلة الامتحان. ونشكر أستاذ خالد مرة تانية، وإلى لقاء في الحلقات الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.